تلاقوني حيو عضتكم حروفي عضتكم نخاع الشوكي فور جي رد فعل الأولى خضتكم الكل بيعرف روعي شوكي بعين المستسلمين ورا السكرين مين معاه الوايرلس كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من Buckle Up and Man Oh Man. يعني أنا يمكن هذه الانترو حتصير 10 دقائق بس صراحة ما أعرف إيش أقول لما أشوف هذا الإنسان أتكلم عن هذا الإنسان أسمع هذا الإنسان شخص يمثل الصوت العربي بكل معنى الكلمة شخص يمثل الصوت العربي بالسمبليسيتي وبالبساطة والسوفيستيكيشن في نفس الوقت ما أعرف إذا يعني شيء جدا رهيب الفرعي من الناس اللي لما تسمعه أنت كإنسان يعلى مستوى الفكري حقك على طول أوتوماتيكلي كذا بلوب هذا اللي صار معايا أتليست وأنا متأكد في كثير من الناس بيوافقوني الرأي الفرعي من الناس اللي أنا أحترمهم جدا الفرعي من الناس اللي أثروا في أنا تأثير إيجابي ضخم جدا الفرعي من كان أدى مع الـ 47 Soul هنا في الإمارات من فترة ولقيت حالي بدمع فسألت نفسي ليش بدمع لما شفته على المسرح وبيأدي سألت حالي كذا هذا السؤال والجواب اللي جاني هو يعني هذا هو مثال للشاب العربي هذا هو مثال للصوت اللي لازم ينسمع ف without further ado ladies and gentlemen the one the only الفرعي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي حسان بيج هاس شكرا لك على الاستضافة وشكرا على المقدمة يعني خلينا نحكي أنت كنت هناك من البدايات يعني yeah, man, it's... من زمان متابع في الواحد يعني شهادة بيفتخر فيها صراحة وعلى فكرة أنا متابع لبكرة أنا هذا شايفك انا متابع للبرنامج شديدا غير اني انا بتابعك دائما عظيم اللي انت بتعمله للمشهد فكل احترام حبيبي والله شكرا لك اكيد يو نو بس اجين طارق يعني انت من الاشخاص زي ما قلت لك يعني شفت التطور بس زي ما قلت لك من جد صوت لازم ينسمع والعديد من الناس بيحترموك صراحه فمتحمس جدا صراحه نتكلم معك فاسمع هندخل في الموضوع كده على طول انت ما شاء الله يعني عازف ايقاع ورابر وما شاء الله رهيب الفرعي هو مشروعك الفردي اللي انت سويته هو بداته انت في 2008 او بدات في 2008 بس اصلا كيف بدا وايش اللي خلاك اصلا تبدا اللي خلاني ابدا يا عزيزي هو فعليا هاي القصه شوي انا بطول لما بحكيها بس بدي احاول احكيها بالمختصر يلا أنا عازف إيقاع من زمان من وأنا صغير وعلمت حالي جيتار وكنت أكتب كلمات وكنت أكتب قافية قوافي فعلا يعني رايمز عرفت كيف على الجانب كنت أكتب يعني أكتب تدفقات راب أو قبل ما يكون كتير بالمعنى تاع راب يعني قبل ما يعني فكرة إنك تكتب على القافية سواء من كتبت شعر عربي وأنا صغير وأنا عمري 10 سنين 11 سنة وحتى 9 سنين كنت أكتب شعر عربي لسه عندك دول عندك ياهم دول عندي على فكرة كم من شغلة قادر أطلعهم بيت أهلي واو فبس أقول لك كانت هاي المسألة إنه موجودة بس كنت بركز على الدرمز آلتي وعلى كتابة الأغاني بشكل عام بس ما كنت أفكر إني أنا يوم رح أعرض هاي الأغاني كنت دائما أفكر إنه أنا عازف إيقاع اهتمامي بالعزف او الغنى هذا شيء جانبي لانه ما كنت اتوقع انه عندي الصوت الملائم ما كنتش اعرف بس بعدين في سنوات 2005 2006 2007 كنت بامريكا وكان عندي مشاكل بفيزتي اني ما بقدر ارجع على البلد يعني كنت لازم اتخرج بعدين ارجع لاني اذا رجعت احتمال اني ما ارجع ادخل بسبب قصه كثير اطول من برنامج بس توابع ما بعد 11 سبتمبر خلينا نحكي اوكي اوكي انا رحت على امريكا وبعد 3 اسابيع صار 11 سبتمبر واو فالمهم خلاصه الموضوع انه هدول السنوات اللي كنت ما بقدر ارجع فيهم على البلاد كنت في امريكا كنت في نبراسكا مكان يعني جدا مش ديفيرس خلينا نحكي ومش فيه تعدد جنسيات يعني بيض واثنين السود اصحابي عرفت يعني هيك تقريبا يعني واو
بهدول السنوات صار كثير شغلات. صارت الحرب على لبنان، فترة احتلال العراق كانت مرأت من أكثر، بس صار يعني توابعها الصعبة، الانقسامات الشديدة الطائفية، صرنا نسمع كلمات زي الانقسام السني الشيعي أكثر. صح. خالي بجنين بفلسطين استشهد، يعني اغتالوه الإسرائيلية، عرفت الشهيد حسام جرادات. فكتير صار شغلات تعيش يعني زي ما تحكي، وأنا ما بقدر أرجع وعم بدرس في أمريكا. فأظن أني فرغت كل الذنب تاعي ولحد هلأ ما خلصتوش، يعني لحد هلأ لسه بفرغ. قررت بهذيك اللحظة أنه أنا رح أغني، مش بس بدي ألعب درامز. هاي هي القصة تاعت ليش سويت، السبب ليش قررت أني أغني. أما فكرة أني أنا بحب أغني، عفوا، هذا السبب ليش قررت أني أغني أمام الناس. أيوة. بس أنا كنت، أنا طول عمري الشاب اللي إذا بتيجي عندي على البيت بطبل لك وبغني لك وبلعب جيتار وبتعرف، يعني بعمل فري ستايل من قبل ما اعرف ايش يعني فري ستايل. فهمت علي؟ كيف صار للمشروع، يعني كيف صار اصلا بابليك اكثر؟ يعني ايش اللي خلاك انت تاخذ هذه الستيب وتخليه انه اوكي نو وات؟ شوف، انا اعطيتك الجانب النفسي تاع الكتابه والقرار تاع الاداء، بس ما بقدر انكر انه على هذا الزمن برضو صارت لحظه بال2007 اللي هي مش بال2007، عفوا، يعني هذا الجانب تاني بقول لك اياه، لما صار في فيسبوك، لما فيسبوك صار للعالم، عشان فيسبوك كان بس الطلاب الامريكان. صح. اول ما بدا كنت اسمع عنه بالجامعه، انا كنت ادرس بامريكا، كنت ادرس، فكنت بقول ماليش انا بالشغلات هاي، يعني مش تاع شات. فهمت علي؟ كنتش فاهم القصه. بس بعدين وقتها عرفت انه صار لكل العالم. الناس عملوا لي اسمع، حتشوف ناس من البلد وحتشوف شغلات. عملت حساب على فيسبوك، اضرب حمزة أرناؤوط، افسر ريش، ناس بعرفهم من الميوزك. فكان اهتمامي أكتر أني أشبك الناس اللي بعرفهم بالموسيقى، لأني أنا مهتم بالموسيقى المحلية. يعني أنا عزفت على مسارح بالأردن كدرامر وستريت ميوزك، يعني مش أنه مش مع معهد ولا إشي. صح. كنا فرق روك وفيوجن وجاز وعرفت كيف، ونحاول نعمل حفلات عشان نطلع مصاري، سواء كانت بمحل أو بكافيه أو بخطبة بدهم فرقة. شو بعرفني؟ فأنا باجي من هذا المكان، يعني مكان المزيكية العتعية اللي بيعملوا مصاري من المزيكا، يعني من شغف، من شغف الموسيقى نفسها، من الكور أنت جاي. تماماً. فالراب كان مهم، بس ما كان بجيلي منتشر كإشي بنعمل بالأردن. وصراحة كنت وقتها أنا لساتي مش بقتنع بالراب، ما كان في راب عربي براسي غير الراب المغاربي أو الجزائري. لحديت لحظة الدام، لحديت لحظة مين إرهابي. لما شباب الدام كل احترام لهم غنوا مين إرهابي، بغير كل شيء. يعني فهذه طبعا صارت قبل، هاي صارت يعني لما أنا سمعتها أول مرة، بعرفش كانت 2001-2002، المهم أنه قبل مسألة. بس كنت بكتب على الجانب أصلا، يعني بتذكر بال2005 حتى عملت أغنية راب على مسرح، كنت أنا وفرقة الجاز زمن الزعتر ذاك الوقت. زمن الزعتر، اوف، يعقوب ابو غوش طبعا. أيوة. فرقه مهمه بالاردن، وكنت انا الدرامر تاعهم بالبدايات، يعني انا اصلا من الناس اللي اللي عرفوهم على بعض، يعني انا عرفت الشباب على بعض، مع انه هي كانت فكره يعقوب، كنت بشتغل وياه، وعرفته احمد بركات وقتها، صائب عمري واحمد بركات طبعا. بس كنت بدي ارجع امريكا بعد ما انحلت مشاكلي، وقلت لهم شباب باخر حفله قبل ما اسافر كتوديعه بدي تخلوني اعزف اغنيه. فالجيتارست صائب العمري الله يسهل عليه قال لي انا بلعب لك درامز، هو كان من النوع اللي اي آلة بمسكها بلعب. فقلت له انت اي شيء مسك، مسك درامز، انا مسكت جيتار وغنيت اغنيه اسمها بلغم في المحيط، فيها راب، كانت اغنيه على الجيتار بس فيها راب، بس مش مسجل 2005. اي اي اي، مش عارف هاي بدي اطول لك اياها يعني، بس ردت فعل الجمهور لما ردت فعل الجمهور كيف، يعني لما صار هذا الشيء قدام، يعني تتخيل الناس قاعدين بيلعبوا فيوجن جاز، في عود وجيتار وبيس وهيفي بيس ودرامز، وكنا نلعب بريك بيتس، وكنا ندخل اماكن يعني جروفي على الاخر، مش كنا نلعب كثير شغلات، بس كنا نلعب فانك يعني وهيفي هيفي ستاف. ناس قاعدين بكافيه يعني بيسمعوا فرقه جاز، وفجاه بالاستراحه بالهاف تايم يعني عارف كيف، ببدلوا الدرامر مع الجيتارست وبيلعبوا اغنيه اسمها بلغم في المحيط، أغنية مش بتذكرها كيف كانت، بس كان فيها راب، كان بيحكي إشي كانت عن التدخين وإنه كيف العالم عم تتسمم وبصر إيش.
كانت هيك فيها مؤامرة على السجاير، كانت غريبة الأغنية إنه مش عارف شو كنت عم فكر. فهاي كانت المحاولات الأولى. بس لا، اللي عم كنت عم بقول لك إياه بالأول إنه بال 2007 هيك قررت إنه خلص في إشي اسمه الفرعي. وبعدين بال 2008 صرت أكتب نصوص. إذا بترجع على بروفايلي طارق أبو كويك تلاقي نوتس بالإنجليزي، كنت أكتب نوتس رايمز بالإنجليزي وأوقع تحت الفرع وفرعي وفرع الإنجليز وبسر إيش، وكنت أدخل أعمل شغلات غريبة. بعدين بلشت أنزل راب وأغاني بنفس الوقت عشان أتأكد إنه الناس ما تسميني رابر لحال أو مو أو مثلاً روك أرتست أو إندي أرتست لحال. فعشان هيك أصلاً سميت المشروع الفرعي، وعشان هيك طلعت أول ألبومين من 2012، واحد أكوستيك فيه راب أيوه. واحد هيب هوب. واو واو، شكراً لك لهذا هذا التوضيح والإكسبلينيشن. تعرف أنت لما تقول فرعي، أنا يعني كشخص بدأت بهذا التدوين من 2007، أحس أنه هي كمان أحس إذا أنت الفرعي كمان أنا عندي أوكي this will sound weird، ما أعرف إذا حنفهم بعض. أنا عندي كمان فرع في الفرع حقك، if that makes sense. 100%. وهذا اللي أحسه أنت بتسويه طارق صراحة. هذا اللي أحس أول مرة حدا بحسسني أنه عن جد جابها لما بتقول الفرعي. يعني أول شيء قل التعريف قبل كلمة زي الفرعي اللي هو مش الرئيسي. أول شيء هاي لحالها يعني شو قصدك؟ بس الفرعي هي أصدر أنه الفرع تاعي، وهي هاي الفكرة أنه أنت كمل كمل عشان ما أضيع. نو 100%. أنت أعطيتنا هوب، أمل. أنا كل ما أسمعك في أمل مش طبيعي، غير طبيعي. في معظم الأغاني، يعني ما أعرف إذا كل الأغاني، أنا من الأغاني اللي أنا أعتقد يعني أعتبرها كلاسيكية في الراب العربي. وكل ما أطلع في أي مكان، على فكرة في أي مكان أروح فيه، إن كان على السويد لما رحنا، تشارلي سلوث لما قابلناه تقريبا من سنة اللي هو حق أبل، whatever، ناطحات سحاب for example. أنا for me ما أعرف هذه الأغنية تحيها لدمار. في عدة أغاني كمان ثانية، ولكن هي أحس أنه أنت بتعطينا الأمل بطريقة جدا قوية. فما أعرف أنت لما بدأت هذا المشروع، هل هو كمان أنت أعرف أنه أنت قلت مرة، ما أعرف إذا كنا نتكلم مع بعض أو سمعتك بتقولها في مقابلة، أنه واجب الفن أصلاً أنك تعبر عن نفسك بأي طريقة ما، يمكن مش واجب أنه يغير أو يحرك. فهذا شيء جداً أثر فيه لما قلت هذا الشيء، لأنه من جد to reflect reality، يعني يعكس الواقع. نعم لأنه أو يعني حتى مش بس هيك، يعكس الشخص نفسه. لأنه اللحظة صح. اللي بتحس أنه هو إعادة لشيء صار، هو صار نوع آخر من الفن اللي هو التقليد. هو فن صح. في تقليد جيد جدا في انك تعمل انت. انا بعرف ناس ومن زمان طول عمره الصراع الداخلي بالموسيقى سواء هيب هوب او غيره بين الناس اللي بتعتبر او تدعي انه هي قاعدة بتعمل تغيير، وايام ما بكون واضح بالفترة الزمنية القصيرة التغيير تاعهم قديش بده ياخذ وقت. بتطلع التاريخ من المقطع البعيد، you have to zoom out in the end صح. Someone has to write about us يعني عشان نشوف الإشي إذا يصير. ممكن ما حدش يكتب، ممكن يكون هذا كله وهم براسنا. الدنيا عبارة عن منتجات صح. بس هلأ في بسهولة بتقدر تروح تجيب best type B انترنت، تكتب عليه most influential flow صح. يعني للأسف حتى في هيتس عندنا في الوطن العربي السونغ رايتنج مسروق. ولما بقول سونغ رايتنج ما بحكيش على الليركس، انا سونغ رايتنج يعني الفوكال ميلودي اور ذا فوكال هانج يعني سواء بالراب. اذا انا باجي بحكي بيج هاس قول لي عنك اتس يور بيرث داي ذاتس جو شورتي يه رايت اتس نوت ذا بيج هاس سونغ ذاتس مي كفرينج بيج شورتي جو شورتي. ف يعني هذا القصدي انه لازم يكون فيه الفن طالع من بعبر عن الشخص نفسه يعني بالمعنى صح. الحقيقي. وفي ناس صادقين بعبروا عن حالهم بس اللي براسهم هو السائل في سير برضو يعني yeah. في صراع. انت دحين صار لك ما شاء الله فوق I think 20 years يعني بتسوي هذا الشيء. في صراع بين طارق والفرعي ولا في
في سلام. والله شوف لا بقول في سلام أوكي. بين طارق والفرعي بس ما هو طارق نفسه فيش فيه سلام. اوه مان يعني في فيش سلام داخلي بالطرفين بس. أيوة ليه 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 لانه صراحه شوف يعني انا بحب الموسيقى كتير يا yeah. بحب الايقاع بحب الراب لاني بحب كيف الحدا طريقه حكي وشو ايقاعها. في ناس واضحه وفي ناس مش مفهوم بدك تفهم ناس كيف بيحكي ليش بيحكي هيك شو اللي بخليه يحكي هيك هذا من هاي الحاره هاي المنطقه عرفت كيف انه دائما بالهيب هوب في هذا الاشي تكتشف مثلا شو الكلمة اللي بيحكوها هدول الشباب شو بيحكوا لبعض ياش يا زلمة يا زول حجي what they say you know داو you know كل هاي الحارات culture يعني فعليا anthropology الهيب هوب بالنسبة لي علوم إنسانية بحت صح راب يعني rapping yeah. ف it's interesting كل هاد بحبه وفي برضو عالم الغناء انك تعبر عن النوتات تاعتك تجيب اللحن بطريقة مميزة وغرابة وصوتك المميز اللي بس موجود الله خلق لك صوت واحد بصمتك عرف كيف انه كيف الناس نوع بحبه ونوع ما بحبه. في ناس بتقول لك بفضل صوت ام كلثوم على صوت فيروز. في ناس بتقول لك كذا. في ناس بتقول لك مستحيل اسمع جورج وسوف. انا بقول لك انا بفضل اسمع جورج وسوف صح. بس هذا كله لما بتيجي بتفكر كواقعنا كانسان عربي للاسف ما بعرف بحس حالي كتير مقموع لما بفكر بهالعقلية وبحس انه فعليا الاحتيال دخل لراسي انه بحس انه خلاص دائما علينا واجب ومسؤولية. يعني بعض يعني نفسي يعني أنا شاب بتنبسط معاه لو تطلع عرفت كيف أنا طالي غاير مش إنه لا بتنبسط يعني مش إنه بس إنه ونفس الجو الهبل والتخويت اللي أكون داخل فيه وأنا وأصحابي قادر أغنيه للعامة بس بخجل عرفت كيف عشان هيك بغار من بعض الناس اللي عندهم تسيب لأني أنا متسيب في داخلي أناركي وعم بحاول أرتب أموري عشان أعرف أحكي مع العالم. واو. في ناس ما عندهم هاي القيود بحبهم. بحب أبو يوسف بهاي الشغلة. بحب مسلم بهاي الشغلة. كيف ده هذا الاستهتار. طب لحظة. أبغى أتحداك هنا شوي. أنت لما تبدأ تغني أنت بتكسر كل هذه القيود برأيي أنا. اللي أنت لما تبدأ تغني أنا شفت ناس لما أنت بتأدي هنا. شفت ناس بيبكوا شفت ناس بيضحكوا شفت ناس بيبتسموا شفت ناس أخذتهم من 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 يعني عالمهم اللي هم موجودين فيه هنا أخذتهم من على عالمك أنت اللي أنت بتقول فيه مقيد أو whatever ما يعني I think إنه الرحلة ما انتهت يعني قصدي ما بفني يا طبعا يعني قصدي كسرت بعض من الحواجز شلت بعض من هذا الإشي المتكلس فوق راسي وفوق مجتمعي بحسه برضو اللي وإله تاريخه. أنا يعني أنا بقرأ في هذا المكان ليش أروح كثير لمكان الفلسفي لأنه كثير بهمني بس فعليا في إشي اسمه وكلمة العقل العربي مش كلمة عنصرية. أنا قصدي أول شيء أداة العقل هي اللغة. أنا بعتبر أن لغتنا العربية حاليا هي أسيرة لبعض الأشياء ما تم عليها تطوير وهذا الإشي بيأثر على طريقة تفكيرنا. عشان هيك أنا مش عنصري ولا جارد للذاتي ولا بحكي أنه ناسي فيهم إشي غلط. عارف كيف؟ أول إشي العرب مش عرق عشان نحكي هالشغلة إن العرب للسان يعني نحكي على اللسان إحنا وبغض النظر عن مسألة العرب العاربة ولا بغض يعني حتى يعني في عنا مشكلة فكرية فهذا عشان أكسره أنا ما بقدر أجي أحكي أسب على المجتمع صح. ولا بقدر أجي أحكي أنه أنا اللي فهمان لأني أنا مش فهمان هين عم أتعلم واللي حكيناه من قبل كقيود وأنت بتحكي أنه أنا تمردت هذا الشيء وكسرته صحيح كسرته بس بعد ما كسرته اكتشفت أنه مش كفاية you know, زي ما بقوله the more you know the less you know يعني. معرفتك بتزيد وهلأ صار الحاجز أصعب. أنا هلأ صرت مضطر أقول أنه ضيق شوي. أنا عشان أعبر عن فكرة اتجاه الوضع العربي لازم أكتب كتاب بقدرش أعمل أغاني بس الحمد لله أني نشرت إناف ماتيريال أني أقدر أخذ من كلماتي أفكار أجمعها مع بعض فيها تلميحات هاي الأفكار وأستمر في كتابة الموسيقى عشان ما أضطر ألجأ لأني أغني أي كلام. يا جماعة الخير نحن صلنا ربع ساعة و this guy is spitting jewels يعني في كذا تحس أنه ما شاء الله أوريدي كتاب مكتوب. هذا هو يعني شوف هذا اللي أثر فيه أنا الفرعي. أنا شخصيا هذا اللي أثر فيه اللي أنت قلته الآن أنه ما أعرف أسمعك تحس على طول يعني في شيء
اوكي ذس از اي ثينك هذه اول مره بقولها. اوكي اوبسلي انا 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 من السعوديه, one of the most conservative countries in the world. نحن لما بدانا اصلا بدانا في بدات انا احب الهيب هوب تعرفت على اربع اسماء, لوكي, عمر فندم, نارسي, وشادي منصور. دول الاسماء اللي هم عرفوني على على عالم الهيب هوب, ودول اللي ناس اللي على طول هذا تغيير جذري في في عقل حسان تغير في ليله وضحاها بوم. صرت اعرف عن فلسطين من خلال لوكي لانه ما كنا ندرس فلسطين لسوء الحظ, ما كنا نعرف شيء في فلسطين, ما كنا نعرف الاخبار في السعوديه, ما كان في اخبار عن هذا الموضوع, فانا كنت ليميتد. فحسيت انه لازم اسوي هذه الاشياء عشان اعلم الناس الثانيين انه لا, دون بي سبون فيد انترتينمنت, يعني ما تخلي الناس يعطوك بالمعلقه ايش هي الاخبار والفن. ولما اسمعك انت بتغني الفرعي هذا احساس, هذه مش قوه, يو تيل مي ذس از نوت سترينث. هذه لا مش بس هيك مسؤوليه, انت انت, انت 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 كسرت حاجز يا اخي جدا رهيب. انا انا ناس يقولوا علي انا كافر لانه عيوني زرقاء وبتكلم انجليزي. يو ذس از كريزي مان. سو ام تيلينج تغير اليوم الامور, اليوم قاعده بتتغير صح طبعا. لا لا, لا انا ما بقول انه الجهد اللي حطيناه كناس اشتغلت في هذا المجال ما جاب ثماره, لا بالعكس. انا من النوع اللي كثير يعني الحمد لله, اول شيء شكر لله اولا وللناس وانه كثير وللحظه اللي قدرنا نتواصل فيها. Yeah. يعني ما تنسى انا وياك اشتغلنا مع بعض لايف بالخليج, اشتغلنا صح زمان. Yeah. عرفت كيف يعني هيب هوب فيستيفال. فانه بالنهايه يعني شفت انا كيف الامور تغيرت. شفت اليوم احنا بلحظه اللي بنحاول ناخذ ستيب باك كناس قدك ونتطلع كيف التكمله, كيف اعاده الصياغه, كيف التعامل مع الاصوات الجديده, الشباب الجديده برضو لهم علينا مسؤوليه. أوه احنا كنا هون قبلهم ويمكن هم عم بعيشوا تجارب احنا ما عشناها, ولكن برضو خبرتنا في العمل وبالزمن بتقولنا اشياء. يعني بتعرف في مساله النمبر جيمز هلا, وناس بيحكوا كيف الاولد سكول, كيف الجيم سكول بيجيبوا كل هاي الهيت. يا عمي كبرت الدائره اللي بتسمع هذا الكلام, لازم تكون مبسوط. صح, اللي قاعد بسمع دول شباب, هم قاعد بسمع الجيل اللي كان قاعد بسمعك. عادي, بي براود, بي براود تو بي ذير فيفرت رابرز فيفرت رابر. يا بما انه جبت هذا الموضوع, بس خلينا نتكلم عن هذا الموضوع على السريع. مساله هذه الاولد والنيو, هذه انا مساله دائما بواجهها صراحه لما اتكلم مع الرابرز. والظاهر مثلا حتى تتكلم في الاردن اوف ريكورد, يعني اوف ريكورد دائما الجداد يعني القدام والله ما مش مهتمين, والقدام بيقولوا يا اخي الجداد ما بيسووا راب. فهذا هذا النقاش دائما يصير. حتى على فكره في السعوديه نفس الشيء, يعني كان في رابر اسمه آل يونغ, وهو يعني في القيادات كان بيأدي كذا بوم باب واولد سكول. دحين سوى اغنيه اولد سكول نيو سكول, الناس جنوا يعني لا مش رابر. فهذا الصراع يعني اذا تكلمنا شويه ميبي خاصه يمكن في الاردن او whatever, ايش كيف ممكن نحل هذا الصراع صراحه؟ يعني هذا هو نفس الصراع الاباء وما غيره. لا راحت ولا اجت القصه يعني. اوكي انا شخصيا اول شيء عشان اكون انا اشوف ردي السريع هو يا رب عيشني كمان 10 سنين عشان اشوف يعني جعبالي اشوف ايش هو الستايل اللي راح يطلع اللي حيخلي الجيل اللي هلا يكون انه ما هدول مش هاد عشان كثير صح. ما بدك تستنى هاي اللحظه والله صح. يا يا ذاتس فاني, كان ويت ذاتس فاني. يا انا اولا صراحه يعني شوف برضو انا بالهيب هوب اظن اني ما بعرف هو الهيب هوب ظلمني ولا ظلمته, بس انا ما دخلت على الهيب هوب عشان اكون بروميننت او مش بعرفش ايش الكلمه, اظن مستخدم كلمه غلط, بس اللي هو الستايل اللي هلا موجود. انا دخلت عليه يعني لما دخلت بالهيب هوب ما كنت مهتم ب هاو تو دو ات كوركتلي, انا كنت مهتم بعمليه الرابينج, وكان عندي الابيليتي تو بي الترناتيف ان ماي هيد اند جست تو اند تو نوت ذات انا ماي فيفرت هيب هوب ارتست. ايوه هيب هوب ارتست لما انا بحكيها بكون قصدي هيب هوب ارتست, ما بكون قصدي ماي فيفرت رابر. ماي هيب هوب ارتست قصدي مين فيهم اسمه هيب هوب ارتست, والرحلته المتكاملة لما بتنظر لها بتلاقي انها مثيرة ومهمة. وطبعا هي زي قدر يعني مين تكس اول ذا بوكسز, ايوه مين بقدر اعطيه عشرة
على على كل المجالات كل شيء لوبي فياسكو. أوه واو. بعرف إنه underrated بأماكن معينة. underrated as fuck. قريب إلا بعض yeah. الناس. Yeah. بس لوبي فياسكو إنسان جامد لأنه أنت أنا لو بدي أنا عفوا لازم أعمل حلقة كاملة بس نحكي عن لوبي فياسكو وعلاقة موسيقتي معه يا زلمة. عمرك قابلته أنت لوبي فياسكو؟ No. أنا أعرف لوبي so I wanna make that connection. دقيقة شوي. أيوة. بدور عليه من زمان. What؟ لا لا والله. دقيقة شوي. When I say wait disclaimer when I say I know him مش إنه we يعني تكلمنا. You've met him يعني you've had a connection. تكلمنا مع بعض أونلاين وكنت حستضيفه على البرنامج في ليش هيب هوب يعني فيا I have I know his people يعني فممكن وصحيح وأنت جبت اسم صراحة يعني I see why now. Man, let me tell you something. أقول لك قصة حياتي مع لوبي. لوبي سمعت ألبومه الأول قبل ما يطلع أو بعرفش كان طالع أو بالفيري بدايات وأنا بنبراسكا صاحبي تايرون قال لي check this out man this is some fresh Midwest stuff وكانوا proud of it لأنه هم black folk من نبراسكا so when something's from the Midwest they go for it. سمعني يا أنا كنت إنه man this is the first time I hear something like that. Yeah. إنه it's the first time I hear someone conscious. بس برضو he's cool وبضحك ومش كتير preachy ويعني witty وذكي ودارين ومثقف وناطي إنه كل شيء. صحيح. كل شيء. ماد مان فانهبلت فيه بعدين طبعا سمعت فود الليكر وان yeah. سمعت ذا كول لما نزل ليزرز وكل حدا حكى عنه انه هي سولد اوت وهي ونت كوميرشال هي وان ماي هارت باي وان ثينج واو السياره عمان بعد ما روحت من امريكا وبسوق والله بكيت مان على الاشاره والله العظيم بسمع على الاذاعه الخاصه اللي من الاردن مش متذكر اي واحده اللي بيلعبوا كوميرشال مينستريم وعم بسمع الفيرس تاع لوبي لما بيحكي Obama was a Gaza Strip was being bombed Obama didn't say shit you know what I mean لوبي عمل ألبوم كوميرشل وقدر بهذا الألبوم يحط the most radical message he has بمكان كتير صعب تحكي فيه هاي الشغلات هذا هو المثال تاع الميوزك اندستري وبيقدر شوي إنه يخلي طبعا الناس الارجمنت تاع do you change the system from within or from outside المغيره هاي اللي هي it's a big question in any field يعني بتكتب لك ورقه فلسفي على على فياسكو بعدين يعني انا قعدت افكر انه هذا الزلمه خلى الاذاعه المحليه بالاردن تحكي الإشي اللي نفسي احكيه بالعربي بس انا مش قادر بالانجليزي لانه يعني خلاني احس انه انا عملت هيك بالكوكب لانه انا ما كنتش راح اطلع بالاردن واحكي أو كنت بطلع بس الإذاعة المحلية مشتري لها مصلحة تحكي إيش زي هيك بذلك الوقت صح برضو ف أو يعني مش بالأغاني أو يعني مش بسياق مألوف فهمت علي لازم يكون برنامج بحكي على الأغاني الوطنية وكذا مش إنه كوميرشال هاي الأغنية يطلع لك بالكلب يعني yeah. عم بلعبها المحل اللي عم بمنعك تحكي هذا الحكي أصلا فthis is infiltrating the system بعدين صدف غريبة مثلا بأكبر تور لأن بفلسطين كالفورت 7 سول قاعد أنا في الأوتيل و طالعين من حفلة 12,000 واحد بنابلس وانسى أنواع العواطف فيه بقعد بفتح تويتر بالأوتيل أنا بالليل رام الله بلاقي لوبي فياسكو سالخ سيلفي قدام البوب بايز تاع حارتي القديمة في عمان I go nuts برن على كل حد بالأردن بعرف وبقولهم شباب لوبي فياسكو بالأردن بدي أعرف شو بيسوي واو شغلت البلد مان صرت أصحي ناس من النوم بدي أعرف شو لوبي فياسكو بيسوي في مدينتي عرفت ولا لا عرفت أوكي طلع الأخ مستثمر بشركة واو أوكي. طاقة بديلة What? لا ويعني وجاي عنده إشي مع الديوان الملكي يعني إشي داخل بصورة رسمية واو. في هذيك اللحظة عادت تفكر هذا الزلمة مجنون يعني هي يعني وصل مرحلة إنه عم بحاول يغير أكتر وهيه بيعمل دوكيومنتري كاراتيه بإيجا ولا اسمه هذا هو الإنسان اللي عم بيعيش حياته وبحط رسالته وبيبذل جهده مان جمهوره بحبه مان لما اتلانتيك ريكوردز منعوا الماسترز ينزلوا جمهوره قدام البيلدينج تاعت الليبل انه بتنزلوا البوم لوبي رهيب من الاشياء اللي نص بعد بساعه او ثاني يوم كان الالبوم ريليس صح من فتره يمكن من سنه ونص سنتين سوى شيء على التويتر رهيب ما اعرف تعاون مع برودوسر على التويتر ارسل له شيء فانتج البوم معه
or something like that. That's how. هذا اللي نزل لأنه نزل EP. أيوة مش الإي بي الأخير اللي قبله. It was on Twitter bro. Like ما أعرف كيف إنه راح. مثلاً. بالضبط. حرية ما بعيش. Yeah. أعتقد وشيء جدا جميل أنت بتقوله الآن إنه هو يعني كده ألهمك. طيب الفرعي الراب العربي. أوكي دائما أنا متكلم عن الراب العربي أنا أقول دائما إنه ما شاء الله دحين متنوع وقوي زي ما قلت أنت بدأ في المغرب العربي شمال أفريقيا بعدين أحس انتقل على دول الشام الليفانت راح على منه مصر بعدين جاء على الخليج وفي كل من دول الأشياء والبلدان والكونتيننتس له طريقة تفكير معينة الشباب اللي بتفكر فيها مثلا عندنا في الخليج في كثير يمكن كثير كان كوبي بيست وزي في العالم كله بس كثير كوبي بيست يعني عندنا في السعودية في إيست سايد وويست سايد يا أخي ما في إيست سايد وويست سايد في السعودية يا كمان فمشكلة هذه تحس إنه صار هيك في كل مشهد راب عربي دائما. في كل مشهد صحيح في كل مشهد ولكن يمكن في الخليج أكثر أحس كذا كان أقوى في المغرب العربي اللي حاول أقوله إنه في تنوع يعني مثلا الشاب أو الرابر اللي من المغرب أو تونس لما يجي على بلاد الخليج صعب تفهم عليه ويمكن احيانا بعض الخليج ما يفهموه على مثلا السوري او اللبناني او الاردني او الفلسطيني ونفس الشيء يعني التنوع هذا ما يعطي الراب العربي كمان قوه جدا يعني لما كندريك لامار يطلع يغني استراليا نيوزيلند whatever it's one english ما في يعني خلاص الدايلكت هذا ما يعطينا قوه الدايلكت يعني شوف صراحه الدايلكت بيعطينا قوه بلا شك وبيعطينا قوة تواصل كثير كبيرة لأنه أنت بأغنية الراب بتفهم رأس الشباب بالبلد هاي عرفت تفهم شو بيحكوا هيك وهذا الإشي يعني قناة تواصل رهيبة للباحث بس اللي ناقص من عنا مع أنه عم بيصير عشان ما نكون عم نحكي إحنا بس بنشكي لا هو اللي عم بيصير عظيم عم نقترب أكتر وأكتر للحظة تاعت يكون عنا تايب بيت أنا نفسي نوصل مرحلة ينزل بيت بنص أتلانتا واحد يقول لك This is a Kuwait type beat. Yeah. هيك. Moroccan trap, yes. Moroccan trap. يعني I need to know more what's a Moroccan type beat. أكتر واحد عم بيزون a good job بهذا المكان حاليا برأيي هو مولوتوف. هو okay. هو شو اوكي ممكن تقول انه انا اقول لك برضه حتى 47 solo put a big effort بهذا المكان. Yeah, of course. يعني sonically تستخدم الدرمز و this is why I call my production unit هلأ عرب درمز مع أني أنا ما بعمل بيتات عربية أنا بعمل بيت هيب هوب عادي ترابس yeah. بس بلعب بالأشياء بطريقة أني أخلي فيه إحساس عربي which is different than 47 47 soul أنا بلعب A to A صح. أو مثلا whatever electronic kit وبلعب بيت عربي بالإلكترونيك ساوند yeah. yeah. بالكيك والسنيرز يعني وهاي Yeah. which is different than انك تيجي تلعب بيت عادي يعني انا بالنسبه لي انك سامبل عربي هاي مرحله جريت بس اتس نوت انوف يعني دخلنا على التراب والبلز والتشايمز وهذا نوع الساوند هي بس ما ابغى اقطعك انا محادثتي مع المنتجين جدا كبيره بهذا الموضوع الرد اللي بيجيني على طول انه السامبلينج يعني مش انه صعب لما تسوي سامبل لاغنيه عربيه قديمه ولا يجوك في مشاكل واحد هاي المشكلة صراحة هي ما بتقدر تلوم عليها أصحاب الموسيقى الأصلية ولا المنتج الجديد بس إن شاء الله يصير عنا إحنا أصلا مسألة الحقوق اللي بسموها حقوق الأداء يعني أيوة. والحقوق النشر عفوا ما بصراحة مش عارف ترجمتها هلأ publishing وهيك لأنه هاي إذا موجودة وواضحة بيصير الكليرينج سهل أول شيء السامبل يعني بتعمل له كلير yeah. والكليرنس بيجي عليه مصاري يعني إذا كان في سيستم إنه المنتج تعب وديع مش رح يزعل لانه سامبل دقيقتين رح يصير يجيب له برضه مصاري زياده مش رح يزعل صحيح اما اجي انا اخذ إشي واحد تعب عليه على الفاضي برضه اتس نوت جود ولا بروفيشنال نفس مساله انه بتتفاجئ من مثلا اشياء كبيره يكون انه بيت من النت اوكي انا ميكس تيب وي رهيب الطريقه انك تقدم حالك وسيله وطبعا بس بالنهايه بدك انت تكون بروفيشنال يعني انت بدك هاي الاغنيه بعالم الموسيقى الحقيقي هي كانك اشتريت قطعه ارض بدها تطلع لك مصاري للابد هاي المصاري انت لازم تاخدها انت صح. او الليبل تاعك على الاقل صح. مش عرفت كيف اما انه راح استخدمها عشان انشر اسمي طب اوكي ماشي استخدمها
تعرف أنا بتكلم معاك الآن تحس إنه أنت ما شاء الله قدر يعني تقطع الأشياء الكثيرة. وأنا ما حسألك يعني حابب أسألك إنه إيش أصعب شيء أنت واجهته لغاية الآن يعني 20 نوفمبر 2020، أصعب شيء قدرت واجهته وتخطيته؟ أنا أمشور إنه في أشياء لسه ما تخطيتها وتكلمنا عن الموضوع، بس إيش أصعب شيء أنت واجهته وتخطيته في رحلتك الموسيقية هذه؟ والله شوف صراحة كيف تغير الهيب هوب هذا إشي أنا كنت حاس حالي جاهز له. أنا منزل تراك اسمه له جار تراب بال2015، عرفت كيف؟ مستخدم أوتو تيون على تراك على بيت جرايم بالأول 2016 عشان يعرف إنه الموسيقى رح تروح هناك، وأنا بدي ألعب هذا الستايل. يعني عم بسمعه وعم بسمعه حوالي بالعالم زي كل واحد بسمعه وبده يشتغل وبده يتطور، ويعني في إلهام إنه أوف حلو هذا الإشي، خلينا نجرب نعمل إشي بهالمكان، هذا الإشي بذكرني كذا. بس إنك تضلك تعيد تعريف حالك هي أصعب. إنك شوف لحظة إنك تقرر إنك تعمل موسيقى هي رح تكون إشي داخل جواك خلاك تقول إنه أنا جاهز هلأ أقول للعالم إشي، وبتدخل حبوك حبوك كملت ما كملت ضليتك مستمر، أنت مبسوط باللي بتعمله بالمجموعة الصغيرة اللي بتسمع لك أو مجموعة كبيرة، أنت حر كل واحد مبسوط. وتعرف موسيقى أزواق ويعني تحدي شوي، يعني في عندك الكوميرشل كتير بيأثر على العقل السمعي العام صح؟ يعني فإنه أنت بدك بس إنك تيجي تطور حالك تعيد تعريف حالك وتستمر خصوصا لما بتكبر مش شغلة سهلة. فأنا هاي بحذر الشباب اللي أصغر منها إنه كون جاهز إنك تكون تعيد تعريف حالك، ما تفكر إنك رح تضلك بهذا الكاركتر للأبد، حاول كون نيوترال شوي بالكاركتر تاعك عشان إذا رحت فيه كتير مكان ممكن هذا المكان يتغير ويبطل هو الإشي. أنت كيف وجهت هذا الموضوع كالفرعي؟ أنا صراحة كنت حاسس إني أنا هذا نوع الشاب، يعني أنا جاهز له. أوكي. يعني أنا ما بتسمع لي تراك كنت طول وقتي موضوعي بكيف بطلع على الأمور، لأني صح. أنا إنسان بحاول أكون موضوعي، ما كنت أتحمس إنه إحنا ضد هذا الإشي خلاص. وفي مواقف ثابتة واضحة بالنسبة لي، عرفت كيف؟ من ناحية هذا يعني من ناحية نفسية وناحية تكنيكال. أكتر إشي كان صعب صراحة إنك تحس إنه يمكن إنك ضايقت ناس بإنك غيرت موقعك الجغرافي بفترة معينة من الزمن. لما أنا تركت عمان وطلعت على بريطانيا شعرت إنه كتير في من المشهد حس إنه ما بيصير أنت تيجي هلأ تترك وتعيش في بريطانيا، إحنا الصوت المحلي. أنا كانت وجهة نظري إنه يا جماعة بس أصبروا معي شوي، الصوت المحلي رح يصير في كل العالم، إحنا الموسيقى للكوكب وإحنا جايين بدنا نطلع على العالم، وهي الرحلة لسه مطولة يعني. بس ماشي. واو. من الأسئلة اللي جاتني أنا إنه هل تعتقد إنه عمان نسيتك؟ شوف لو فكرت بهاي الطريقة ده رح أحكي إشي شوي سلبي هلأ، وبتصور إنه بنطبق كتير على البلاد العربية ترى. بس إحنا من بلاد صغيرة عرفت كيف؟ يعني ومشاكلها كتيرة. والناس مو فاضية بيقدروش يضلهم يحبوا شخص ويحسوا، الناس بتكيف على حدا كتير بالبداية لأنه بحسوا إنه حدا أجا ينقذها من شيء معين. بعدين بتستسلم أو بتكبر الناس وبتغير الجيل. بس لا ما بحس إنه عمان يعني إنسان، يعني بالعكس هذا مش شعور تجاه مدينتي. شعور تجاه مدينتي إني أنا كنت أعمل حفلات يحضروني فيها 20 واحد، واليوم الحمد لله كل ما أروح كل حفلاتي سولد أوت. يعني عكس yeah. مدينتي معاي والحمد لله يعني. مان ما أنا مستمتع معاك جدا. I don't know how long this will go، بس بقول لكم يعني كونوا جاهزين. This is gonna go. طب أوكي شوية سؤال. أنا متأكد إنه سألت هذا السؤال ولكن لازم أسأله. تغيرتي 15 مليون بلس على اليوتيوب، مش بس كذا تغيرتي من الأغاني. أنا بيجيني اتصالات، أوكي؟ أنا لأنه في الإعلام العربي هنا NBC أو whatever call، حسان مين هذا الفرعي؟ وكيف؟ وإيش الأغاني هذه؟ كلمني عن تغيرتي، كيف أصلاً طلعت تغيرتي؟ وإيش تأثير تغيرتي بعد 15 مليون مشاهدة عليك أنت؟ تأثيرها قصة صراحة. أنا يعني صح كده هيك بتبين فيها
يعني الواحد زي ما تحكي don't beat the hand that feeds you. لا I get you yeah. بس انه اكتر اشي يقهرني مش فكرة انه في ناس اول اشي انا بشتغل في الموسيقى من زمان يعني لا صارت بدون قطع هذا الفرعي حق تغيرتي اهتمامي في الموسيقى قديم. بعرف انا شخصيا مسؤول عن كل تصرفاتي. انا اعلم جيدا انه المجموعة الكبرى من العالم بتسمع اغاني اكثر من بتسمع راب. شاء من شاء ابا من ابا هذا هو الواقع. صح عرفت كيف الراب is a sport يا جماعة الى حد ما عرفت كيف almost you know not everyone stays fit not everyone wants to watch that fit stuff. يعني طبعا احنا يعني اوكي طبعا اصلا شوف كيف الراب تغير حتى الراب يعني انا كنت اقول مستحيل والله لو اني 80 سنه I'm gonna enjoy a punchline and it's true. انا لليوم جيب لي رابر punchlines بقعد اوف بس احس اني بحضر مصارعه man. You know I love it. I love watching battle rap. I love hip hop. I love the act of rapping. Rhymes. الذكاء الاجتماعي تاع الشخص. إحساسه مع الإيقاع. هذا أكثر شيء بحبه في العالم. بحب أحكي كثير وبحب الدرامز. يعني راب. بس الأغاني بتشتغل أكثر من الراب. هذا واحد. صح. بس اللي ما بيقهرني إنه بيجي ناس بقولولي ليش تغيرت أو ليش بتنزل راب بدنا زي تغيرت. ما بيقهرني غير شغلة واحدة. إنه هذا الإنسان قاعد بكتب على الإنترنت. وبيقدر على جوجل بكبسة يفتح تاب ويكتب الفرعي ويعمل سيرتش ويشوف أنا شو نزلت عشان يعرف أنا شو بسوي أساساً. هذا كل اللي بطلبه منه. بس بعد ما يجي يسمع كل شغلي وكل الراب تاعي بدي إياه يجي يكتب تعليق ويقول سمعت كل الراب تاعك هذه هي وما حبيته بحب تغيرتي. ساعتها بقول له أهلا وسهلا فيك حبيبي أنت زي صاحبي فلان اللي بقول لي بدناش راب العب تغيرتي وعندي صاحبي فلان يقول لي مشان الله سيب الجيتار بدنا فيرس دخيلك. I'm with that guy. بس يا يا انا كمان انا I'm with that guy. انا شخصيا عشان هيك ما بنزل كثير اغاني اكوستيك باخذني وقت اكتب اغنيه بتعني لي على الجيتار. جيتار آلة معروفه وكورداتها مسموعه كثير سهل تكون فيها مكرر عارف كيف وما بتقدر تقعد تغني كل هاي الافكار الغريبه اللي بالراب. انا بدي احكي شغلات كثير بدي اكتب راب علي. واو طب اوكي 15 مليون تأثيرها بس فقط هذا اللي قلته ولا في مثلا هل أعطاك جمهور جديد؟ أكيد أعطاك جمهور جديد ولكن عفوا بس تغيرتي جابت ناس على الهيب هوب العربي كثير أكيد فيعني ما بدي الرابرز يحبوها بس يقولوا إنه هاي الأغنية سوت اليوم الحمد لله في ناس بيجوا الفيميل ديموغرافيك اللي صار يسمع كمان برضو أكتر راب عربي صح. كبر كثير بلاقي وكثير انا فخور في هذول الخيات اللي بلاقي لهم بوستات انه اسمعوا هاي الاغنيه بيكون تراك انا منزله هيب هوب وضعه كله بانش لاينز بشكل بين عرفت كيف عفن وبيجوا بكتبوا انه هذيك مره في صديق كتبت شغله كثير حبيتها انه انتم كلكم هلا عم تسمعوا تغيرتي بس بعد ما تتعودوا رح تصيروا تسمعوا هاي الاغنيه وحط التمزيق which is my beat انا مبروك انا عملت البيت والسامبل لابو بكر سالم بالنسبه لي يعني بعالمي انا هو الموسيقى الخليجيه اللي بحبها او يعني هو يمني yeah. بس انه كيف من السعوديه طبعا يعني wow. هذا ومكس لي يامين كمان مقاطعه عن الميكس اوي دوبت كلام معامن هذا الليجندري تحيه لمقاطعه احبك في الله يا صدفه كنت في البلاد كنت بفلسطين وقاعدين وبسام بقول له مقاطعه فكره هذيك مره عملت بيت مع اني انا اي دونت يوجوالي برودوس بس سام تايمز بحب لاني صراحه عن جد ما عنديش كثير وقت اقعد اعمل بيتس انا سونغ رايتر بس سمعته اياه وقال لي والله تمام بس في شغلات وهيك قلت له لك مصلحه مكس وقال لي يعني كانت عفويه سريعه رهيب ابغى جدا يعني ابغاك تقولي بصراحه كالعاده يعني بما انه اوكي تغيرتي وفي يعني 47 سول تحيه اكيد للشباب احيانا الناس ينسوا انه انت هاردكور رابر رايمر تكتب وراب رايت هل هذا النسيان يزعجك ولا يعطيك فيول لا مش ذنبهم اقول لك ليش مش ذنبهم لانه اول شيء هذا جيل جديد تعرض لكثير رابرز وانا مشغول عم بعمل شغلات تانية كنت لما انزلهم تراك الراب اما اكون كولابو مع حد مش على الشانل تاعي او انزل تراك انه بتحسه ترانزيشنال مرحلي يعني
تراك عم بلمح، انا لحد الان عم بلمح بايش الراب تاعي اللي جاي. هوي عرفت كيف؟ ولسه جاي وفي ألبوم لازم تسعى جاي وفي شغلات عم تنكتب بلاوي. فما لا بلاوي. يعني انا ما اعطيتهم فيديو كليب لاغنيه تراب كبيره عشان ازعل منهم احكيش تسمعنيش، واحنا بزمن لازم تطرح فيه فيديو كليب تاخذ اتنشن كذا. والاغاني اللي نزلتها باخر فترات تجاوب فيها بالنسبه لي كان كتير كويس. أوكي. بالنسبه لايش انا عم بسوي وين احنا اليوم بالزمن، يعني مثلا اي بي راب عربي بالنسبه لي اتس جود، وانا من النوع اللي ما بدفش، يعني قصدي اي دونت بوت بيد على ماي ميوزك، انا بروح اورجانيك لاني بشتغل في اونلاين ماركتنج، فاي نو انه يو دونت دو بيد بهذا الزمن من حياتك. انت اولى بالستريمينج ماني اللي بتطلع منها من انك تحط عليها عشان تنتشر. والحمد لله اي دونت نيد النشر يعني. بس اي ثينك اي ويل دو ات. ما يضايقك الموضوع انه لما الناس احيانا، انا صراحه ما احب هذا الموضوع الليستات ومين افضل وريفر، بس دائما تقول انه لما الناس يتكلموا عن الراب العربي، هذا احساسي يعني اكبي غلط، اسم الفرعي مش، وانا دائما اطلع اقول يا اخي نسيتوا الفرعي. ففي attention span او هي top of mind awareness اللي هو مش موجود هنا. انت لما تقول اوه ايوه الفرعي اكيد you know يعني لما يقول، لما اسمك ينقال ايوه، بس انه اسمك يمكن ما ينقال على الاول. شو هل هذا بس because man you rap bro، لكنه بالنهايه بالنهايه الشباب اللي عم تعمل ليست وين عم تعملها على الانترنت يعني شو مجال بحث. هذا صح مجال. هو بالنهايه انت يور ميوزك اندستري بيرسون شغال بشوز اذاعات تعرف موسيقيين بتتابع جهاد، لما انت بتحكي على الشغلات في ليجيتمسي له دخل بالموسيقى ميوزك اندستري يعني مع احترام الشاب. لما يجي واحد عامل تشانل امبارح هو سميع راب وعلى اليوتيوب وعم بيقيم على المشاهدات وكذا، حقه هذا، هو قاعد بيحكي شو بيشوف، واجبي انا اني الفت نظره. ايوه الفت نظره، والايام بتاخذ صبر. يعني انا هون نصيحتي عم بتكون لشباب اللي شويه مش من الجيل الجديد، انه انت ليه زعلان؟ طب ما هو زي ما حدا اليوم بينزل فيديو جيتس اتنشن دو فيديو انت يعني يعني انا دائما بفكر ما حدا بيعرف حدا، ما حد بيعرفني. ما كان ستارت من البيجينينج افري داي. نو مان، اي جوت تيل يو سمثينج. انا ميم ايوه. في الاغنيه اللي يا اخي اي كان بليف اي فورجوت وات ذس واز كولد، من 20 اسبوع نزلت انا اللي هو صورها ليث مجالي Immortal, shout out to them. اللي هي من 6 سنوات. What's the name of the song مع دمار؟ Man, I forgot the name. اللي هي انترو ألبوم كمان دفش اللي هي الآن. الآن. أيوة صح. Yes. So أنا قلت من 20 أسبوع أستغرب من قنوات الراب العربي التي تتجاهل أهمية الفرعي للراب العربي. Man, وحطيت. برو بيت هذا متخيل. بس هو برضو انا قال I'm telling you bro the flow it's not the same flow that the people who listen to rap now are using. لا 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 فاهم بس انه هنا بقول لك عليه انه في تجاهل، يعني تجاهل انه اوكي انت ما تقدر مثلا خليني اعطيك اكزامبل يعني خفيف. مسلم الرابر المغربي he's always on top of mind لانه دائما نازل. هذا الشخص بدا بوم باب رهيب من ايام الرساله والان صار نيو سكول يعني وو. ف ايوه فانا اللي ازعل منه صراحه انه لا انت ما تنسى واحد زي لما تتكلم خاصه عن يعني بلاد الشام. اوكي عشان كذا صعب جدا الراب في المغرب، عندك في بلاد الشام وعندك يعني ما تقدر تقول اسم الفرعي هذه. بس لا شوف لو مثلا مقال اوفيشال زي مثلا top 13 rappers to listen to other than Drake على Gulf News بتلاقي اسمي عليها. بس لما يكون واحد عامل قناة هو مش سامع هيب هوب كفاية بحياته، هذه مش مشكلتي. مشكلته بعدين برضو ومش هيك عشان أنا أتجنب. أنا بقول مشكلته مش مشكلتي، بس ما بقول إني أنا بتجاهل هذه المشكلات. أنا بقول عشان أقدر أتخطى هاي المرحلة عادي أنا بكمل حياتي وبعمل تراكات وبنزل eventually راح يسمع، ولما يكتشف انه اوف هذا الانسان اللي انا اليوم شفته ارشيفه اكبر من كل اللي سمعته بحياتي it's gonna be a different story عادي. That's يعني true. انا لما That's انا true. بلشت اسمع محمد منير وبشغف مثلا كانت مثلا 2002 كان الزلمه 30 سنه بيعمل ميوزك. لا 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 اكيد لا فهذه نقطه جدا صحيحه مهمه ولكن يعني بصراحه على عشان هذا السبب انا عندي 4 هيب هوب فيديو كليبس او يعني في 2
في الفيديو اللي نزل امبارح اللي هو الان اللي حنتكلم عليه في... هلا هذا لسه الانترو تاع الالبوم كونتنت يعني في عندي كونتنت جاي فيه بالهيب هوب. لا لحظه انت بس انا طول انت... عمري بالهيب هوب اي كانت دو مينستريم انا ما دخلت الهيب هوب عشان المينستريم فصعب اني انا اكون اون ذا توب اوف ذا هيب هوب ليست وصراحه I don't want to be the top rapper in the Arab world. بيكفيني إنه the top MCs of the Arab world بقولوا إنه هذا من أحسن الليريسس اللي سمعتهم بحياتي. بتكفيني. You know what I mean? لما بحكي أنا يعني في كم من موقف بحياتي صاروا بفتخر فيهم. يعني إنه حدا أنا كتير بحبه يقول لي مان أنت يعني أعرف كيف أو حتى لو علق أو إشي إنه تمام. It's not a brainer. Okay, بس أبغاك حنسمع. We're gonna share my screen. We're gonna hear this incredible piece right now. سامعني ولا مش سامعني؟ أنا بس سامع. أيوه. Okay, this happens all the time. We're gonna do this again. Audio thing. Hey. Nah, wait. We gotta hear it right here. نفكر حنولع مع بعض كلهم طفوا غزة كيفك يا اخو. Dude, wait. My internet will fix that. I'm telling you يعني بس. Listen. ها راب العرب خرب ولا لسه كفو كنت مفكر حنولع مع بعض كلهم طفوا غزة كيفك يا اخو طالب منكم العفو غنولك لما كنت كول هلا بح اختفوا بس فرعك دايما صامد عالجمرة دايما قابض جبرت العقل العربي صحصح زي محمد عابد لفيت العالم باللي عملته وانت لسه قاعد عمان عكتافي في المكسيك مين الباند الجامد Come on, see هذا اللي بقول لك عليه انت يعني يا طارق I don't know what to say bro في طاقة أنا مش رابر مان أنا my heart is racing it's incredible ف ال 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 الأشياء اللي أنت بتطرحها الآن أنت طرحت هذا الشيء اللي هو راب عربي shout out to Damar by the way where is Damar how is he بس يعني كيف Damar is in Latvia actually Latvia okay Damar تعرف الحلو بدمار إنه Damar is the hip hop producer تاعنا دمار وجامد تعرف يعني دمار از دمار وموجود دمار لانه اذا بتسمع البوم ام الموجات سينابتك دمار أيوة. اذا بتسمع هدول البيتات دمار اذا بتسمع شغله يعني دمار از ذير صح بس انه يعني سلم لي عليه هذه هي فقط يعني هذا الانسان مان دمار الحكيم والحكيم تلفظ ولا تكتم That's true. طارق دحين أنت okay. So أنت نزلت على at least على اليوتيوب نزلت هذه من شهرين نزلت الأغنية بعدين كان في عندك إيش اسمها حق راب ساذج. Yes. برضو. وبعدين نفس الإي بي هم تنتين. أيوة. وبعدين عندك حق دراي كلين. ما شاء الله يا this is amazing 10,000 Arab keys وان العلم حلت فضل خال محلت هون بنفرط مخ الشباب بنطلع معه الحل دراي كلين بالانستغرام مش دارين عايشين بغسالة اموال فنغسل دم الفاسدين دراي كلين دراي كلين look at this guy دراي كلين بالانستغرام مش دارين عايشين بغسالة اموال فنغسل دم الفاسدين دراي كلين شيخ جامع بطلعش براس ورساكت بطلع مع العراس بننزل عالشارع عالراس بعطونا لأن جماعة كلين أرسطو طليص وأفلاطون فرابينا جامع بين الاثنين انتو دولة فاسدين فستت معك أصول الدين خطفوا المخ حبسوا تفسوا للفكر خلوه بس حكر جبروا الكل يلتزم بوجهة نظر نسيوا للذكر لا 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 يعني أوكي Tell me about dry clean لأنه البروسيس يعني ما أعرف صراحة ال wordplay المتافورز اللي بتستخدمها طريقة الأداء tell me about it عرفني عليها أكثر صراحة هاي الأغنية أجت علي من فكرة إنه فعليا
بحس انه احنا جوا استغلالات لايديولوجيات فكريه او ظروف سياسيه ومستغلين بطريقه انه كل حدا بيعمل مشاريع من نفس هذا الموضوع وبيغسل امواله في الموضوع، عرفت كيف؟ فمن ناحيه الغسيل الاموال، فهمت علي؟ بس بالمكان الفكري. أيوة. وهذا فعليا عم بيصير هلا. انا بقدر اقعد اشرح كل لاين فيها طبعا، بس هذه وظيفه الناس اللي بحبوا يدخلوا في هذا الموضوع ويمكن يحطوها يوم ما، لانه الريفرنسز اللي فيها يعني اقول لك شغله، انا دائما بحس شرط الرابر لما بيعمل ميتافور انه يكون مسؤول. انا لما بكتب اللاين تاعي بكتبه على اساس انه يوما ما في احتمال حدا يوقفني يحطني زاويه يقول لي اشرح لي شو قصدك هون بالضبط، لانه انا شخصيا مش فاهم عليك، عرفت كيف؟ I write على مبدأ إنه الحدا ممكن يسألك إيش قصدك، فما بيصير إنه أنت تدحش كلام أي كلام. وعشان هيك أنا بقول لأي واحد بسمعني، إذا أنت مو فاهم إيش عم بحكي طول الكلمات الكي ووردز اللي جوا السطر وحطهم على جوجل عشان تعرف شو اللي قاعد بحكيه. ما عم بقول لك روح أدرس ولا عم بكون متعالي زي هيك، عم بقول إذا ما فهمت شو عم بحكي أنا مش قاعد بحط حكي ورا بعض بس عشان القافي، عرفت كيف؟ لا. إذا أنت مو فاهم الرفرنس في، يمكن انت ما بتعرف شو الريفرنس، انت علي؟ yeah. واذا ما كان، اذا كان اشي واضح بس مش فاهم شو قصدي بتكون ترو ستوري. yeah. علي يعني بتكون، يعني بقول لك مثلا يعني ما بعرف، بس مثلا براب عربي هاي اللي اجت مثلا، مثلا زي هون جبرت العقل العربي صح صح زي محمد عابد، لانه محمد عابد الجابري عشان استخدمت كلمة جبرت مش مثلا شجعت، انت علي؟ في سبب. محمد عابد الجابري هو المفكر العربي بالنسبه لي المفضل، اللي فعليا لما واحد بيقرا له بتفتح دماغه على كثير ناس وافكار ثانيه الثقافه الاسلاميه مثلا العربيه. واو. لما بقول لك في المكسيك مين الباند الجامد او لفيت العالم، ما بقول، مش قصدي المكسيك لانها مكان بعيد، قصدي لانه اخر حفله انا عازفها مع 47 سو او برا البلاد كانت شهر 12 الماضي، ما لها سنه، كانت في المكسيك، كان في 75,000 واحد بالشارع عم بيحضروا فيستيفال نسيت اسمه هلا، بس اسمه الموسيقى الراديكاليه، فرقة من البرازيل يعني بتحكي عن المشاكل الاجتماعية، وكمان فرقة من المكسيك أظن، وفورت سيفن سول. يعني هيك كان اللاين اب. احنا لعبنا الباند الأخير أو القبل الأخير، أتوقع القبل الأخير، كنا هيدلاينرز، ما كنتش رايح على الفستيفال. فلما بقول مين الباند الجامد، بحكي على الباند تاعي يعني، فهمت علي؟ وهذا اللي عم بحاول أقوله، إنه إذا بتاخد الراب تاعي جد وبتعرف إني أنا مش واحد قاعد بتخوف، بتفهم ليش انا ما بكتب الاشي البسيط، لانه عفوا بس ظروفي مش بهالبساطه، فهمت علي؟ ومشاكل اكبر من مشاكل عندي، مشاكل بحكي عنها انه بتهمني، بقدرش افتح في كل مشاكلي طبعا، لانه ما بقدر، عرفت كيف؟ ما بقدر يعني you can't be، عرفت كيف؟ يعني عرفت كيف؟ you can only be a fake gangster اذا if you can afford to، فهمت شو قصدي؟ صح. هاي المشكله اللي انا عندي اللي بتقهرني بالراب العربي، انه مان انه بدك يعني ابيع العواطف هاي، لا بصراحه بفضل ابيع عواطف الحب اللي كل حد بحسها وانسانيه. وبس بالراب اقول لك إشي قاعد بيصير، والشيء اللي ما بقدر احكي عليه يعني يمكن اوصل يوم احكي عنه، او بس يمر الوقت اقدر احكي عنه، فهمت علي؟ يعني انا طولت عبين مثلا ما ابت بحياتي انه كان عندي مشكله مع مكاتب الهجرة الأمريكية. أيوة. كنتش أقدر أحكي إنه أنا واحد روحوني من أمريكا، فهمت علي؟ هلأ كان إنه زرت الظروف وخلاص بطلت مشكلة بالنسبة لي. فهون الشغلات هاي شوي مش تزعجني بالراب، حر إن هاي موسيقى بتقدر تطلع تمثل. هل في عدم ثقافة أصلاً لثقافة الهيب هوب؟ أنا لما أطلع أتكلم عن ليش هيب هوب دائماً أقول البرنامج الوحيد اللي يتكلم عن ثقافة الهيب هوب. Still rappers make fun of me. لأنه يا أخي أنت أبو الثقافة حقتك يا شيخ، إيش ثقافة؟ You know, so I'm always كمان battling that، بحارب هذا الشيء يعني. You know, فهل راح ينتهي هذا الشيء؟ راح يضلوا فيه الناس دائما كل شيء بيفيع الناس بتنسى أساسه. أيوة. ودائما بكون في المحاربين اللي بيمسكوا الأساس وراح فيه. وأنا بصراحة بحس يعني بيجهاز كشخص بيراقب تجربتك كبروموتر ودي جي وكل إيش لا. أنا بالنسبة لي أنت عملت كثير، يعني قصدي بحس أنك نجحت بأنك تشبك مثلا كثير من الراب العربي، خصوصا مثلا الراب الخليجي، تشوف شغلات والناس بالراب الشام يشوفوا شيء بالخليج، وهذا إشي مهم يعني، هذا ترابط مهم يعني.
يعني شمال الجزيرة العربية يعني فرق. انت كيف وقتك معانا؟ كويس؟ You good؟ انا I'm good. Okay. Kick me out whenever you want. هذا وقتي تمام يعني هيك بنقدر نحكي معنا شوي بصراحة. بس كنت اقول لك شغلة بس خايف تزعل مني. اغنية راب عربي هاي اللي لعبتها قبل شوي. ايوه. هاي كتبتها صحيت من الصبح قررت اليوم بدي على الصبح اكتب وبدي اكتب راب ما فيه التكلف وطريقتي انا كيف يعني كنت عم بحاول اكون مش اني مش انا كنت عم بحاول اقول خليك بسيط. ايوه شيء واضح وزبطت التجربة شوي صراحة يعني. بس انا ما بكتب هيك بالعادي يعني فهمت بحب العب حوالين اكثر من اني اكون of course. وكثير ايام يعني بحس اني بكون سهل ممتنع في مكان بس برفض كثير اني اكون سهل ممتنع في مكان اخر. يمكن لاني بخلطهم كثير العمليه بتصير شوي اصعب انه هل هذا سهل ممتنع ولا لا. Yeah, بس at the same time انه في نفس الوقت يعني احس انه انت حتى يعني حتى في الراب حقك يس يعني اوكي في ناس ما تفهم عليهم هم ايش بيتكلموا عن ايش بالضبط صح؟ سو هذا شيء موجود اوكي. انت at least in my خبرتي انا او يعني from my experience معك انت يعني فاهم فهي البساطه هذه يمكن هي اللي تخليني انا مثلا احب مع الور بلاي. هذا بالعكس يجي لي الادفانتج حقك يعني in my opinion. اوكي اوكي حلو. Yeah, I don't know, this is my opinion. بس انه فهمت عليك. ابغى اتكلم على السريع شويه قبل ما نعلن. actually ابغى اتكلم معك كمان عن موضوع جدا مهم اللي هو موضوع الفرعي real time. Let's talk about that right now صراحة. وهذا شيء جدا صراحة أنا جدا فخور فيك في هذا الموضوع. كلمني إيش هي أصلا الفرعي مباشر يعني هو اللي حيصير في 13 ديسمبر 12 ديسمبر سوري أوكي 12 ديسمبر إيش هو وكيف جاءت الفكرة؟ لأنه from the الفيديو اللي أنت نزلته شيء حماس. الفكرة أنه هي حفلة أونلاين. أوكي. بس عشان تعمل حفلة أونلاين يعني هيك أجت الفكرة عشان واحد يعمل حفلة أونلاين ويبيع تذاكر يعني يكون بعت الناس شيء مميز. أكيد مش رح تطلع من غرفتك يعني مش هطلع من هون من الاستوديو الصغير اللي في بيتي أعمل حفلة جيتار أو أسمع الناس شيء. Yeah. فبدي أول شيء يكون الساوند مش من الويب كام صح لازم يكون ساوند زي ما هو بالاستوديو واصل لدان المشاهد. فأوديو فيجوال استوديو ثلاث كاميرات معاي مخرجة للعرض معاي ناس بتساعدني بالتذاكر معاي يعني عارف كيف فريق تصوير عم يعمل إشي كبير وبدنا نشجع الناس إنها تحضر حفلة إكسكلوسيف يعني أنت جاي تحضر حفلة حصريا يتم بثها الآن. أنت قاعد في البيت الموسيقي اللي عم بيعزف أو الرابر أو تيفر لو عمل غلطة هلا الكل حيعرف صح عارف كيف فيه هاي رهبة الموسيقى الحية. هو To be clear, it's live. مش مسجل وحيطلع live. It will be live. عشان هيك سميته real time. Real. مباشر. Okay. إنه هو فعلياً signal واصل الناس بهاي اللحظة. طبعاً رح نعمل شيء مسجل من قبل بس مش عزف. أيوة. مقاطع صغيرة وأنا بتكلم على الموضوع عشان تكون كأنك تحضر concert تلفزيوني. Yeah. فيديو إنتاج من نوع تلفزيوني نحكي مع الناس بعدين عندك مثلاً حكي مع الجمهور Q&A نعزم حدا من الجمهور على الشاشة زي ما أنا وياك عم نحكي هلأ تنقسم الشاشة نصين أنا بالستوديو شخص في البيت nice. اللي هو الشخص اللي يربح المسابقة يطلع يعمل شغلة أو يحكي ف yeah. experience صراحة يعني خبرة مختلفة وأول مرة بسويها واللي تعودنا عليه طبعا إحنا الحفلات الأونلاين أو بفترة الحجر هلأ والكورونا إنه كانوا ييجوا مثلا حد شركة أو إشي بدهم تعمل حفلة تطلع على الإنستغرام تاعهم مثلا لأسباب التلفزيون أيوه. هذا مختلف هذا كونسرت اونلاين انت جاي تدفع تذكره عشان تحضر فنان انت بتحب تتابعه صح انه انا معطيه وقتي تعزم اصحابك تشبك اتش دي ام اي على بيك سكرين بشار ما بشار تعمل قاعده بدنا نحضر الكونسرت هاي الفكره اللي براسي yeah. عشان هيك حاولنا برضو بالتريلر على فكره حلو التريلر نقدر نلعب يوتيوب هون انا اول نو نو ام بلاينج ذا تريلر ناو سبحان الله الحين الحين حلو So good. من ذمك
منتصف الليلة الماضية بدأ حظر التسوال الشامل. He's coming. Rocky I know. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. We're live in 5, 4, 3, 2, 1. يا صراحة صراحة أحييك على هذه الفكرة amazing. 12 إيش ممكن الناس يعني تتوقع؟ أوكي إحنا حنحط أكيد رابط لبيع التذاكر تحت على هذا go buy it. دحين أوكي إيش ممكن الناس يتوقعوا وكم مدة هذا الريد؟ حلو. هلا شوف الحلو الموضوع إنه هو اللينك نفسه تاع كراودكاست محل ما بتجيب التكت هو نفسه المكان اللي تروح فيه عشان العرض. ما شاء الله كان في وصف العرض فتقدر تقرا الفكره انه انا بدي اعزف للناس اغاني جديده مش عازفها من قبل اوه على الجيتار اغنيتين وراح اعرض فيديو كليب لاغنيه راب على مهرجان شوي مش مهرجان بس راب ستايل اللي هو ايجيبشن تايب بيت كنا نحكي على التايب بيت ايجيبشن تايب بيت هذا مع المنتج المصري مولوتوف وات فيديو كليب عم بنعمل هلا يعني حتى مش بس انه يعني الشباب اللي شغالين عليه احمد مغازي محمد ربيع عم بيعملوا الفيديوز واو شباب يعني كتير جامده وصراحه عملنا فيديو كليب كتير مرتب وانا ومرتوب عم نحكي ومتحمسين على الاخر لانه رح اعمل له بريمير جوا العرض ايوه ادخل اقطع عليه في فيجن ميكسر وكل شيء يعني وضع اوديو اتس لايك ا فيد اتس لايك تي في ايوه ايوه لا لا بالعكس هذا شيء جدا فبدي احضر الناس الفيديو كليب عليه كثير في ناس طبعا سالوني مش خايف يتسرب قلت لهم لا لانه اتس بروتكتد اون يوتيوب يعني انا بشتغل مع كومباني بتحميلي فحلو اني قدرت اوصل هاي المرحله اني اعمل شيء اكسكلوسيف بدون خوف وراح ايش كمان راح نسوي راح نعمل المسابقه او اللي بيربح مسابقه بيطلع بعدين في question Q&A الحفل راح يكون مدته تقريبا بين ساعة وربع لساعة ونص واو علي يمكن يكون في فترة انتظار بالبداية عرفتي يعني تفتح الأبواب ستايل يعني we will be live لمدة ساعتين ماكسيموم الأغنية حيعرفوا مين؟ حيعرفوا مين؟ مين؟ هاي انت لازم تسمعها على فكرة عشان سؤالك اللي بالأول لما قلت لي على لست سرار المفاجأة جوا التراك هذا على سيرة انه انا فاهم انه في جيل مش سامع يعني او بخطرش عباله لما بحكي على الهيب هوب بس هو لازم يحضر شو اللي بيصير مع الواحد يعني لما يختفي his current favorite rapper ويتساءل بعد 3 سنين شو صار فيه بعدين يرجع يطلع له يرجع يطلع بإشي ويقول لا مش كتير بعدين يرجع يطور هداك يرجع هي عملية مد وجزر بينك انت وشعور طب اللي عم بسمع اوكي لحظه بما اننا بنتكلم نحن الان هذا التعاون مع مولوتوف تحيه له كيف اصلا صار انتوا تعرفتوا على بعض تعرفوا بعض من زمان كيف صار لا صراحه هذا الكونكشن صار انا طبعا سامع مولوتوف وبحبه يا 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 سامعه وحبيت شغله وفهم جامد بيجي صوت وصوره تحيه كبيره اشاره بيجي صوت وصوره شات اوت I got your stickers all over, bro. Oh, wait. Actually, I got to show it, man. One second. Oh, shit. That's the hard disk. I can't. See, you see it? It's connected to my laptop. مبين طرف اللوجو. It's connected, yeah. But this is the one. كان عم بقول لي انه في بيت من مولوتوف بدي اسمعك اياه. قلت له اوف كثير بحب مولوتوف. سمعني البيت. بدي شوي. هذا البيت نزل ولا لسه؟ قال لي لسه. خذوا. احكي مع مولوتوف هلا بقول له فرعي زلمه بحبك اذا ما بدكش سامع فيي فرجيه شغلي وتبر كذا كذا
وصار هذا الكونكشن. بعدين كملنا أنا ومولوتوف حكي. واو. حلو الشغل معاه كثير يعني بروفيشنال الزلمة كثير. واو. إيش اللي لفت انتباهك بالبيت؟ أنا وأنا هي the song. صراحة بالنسبة لي هذا البيت بس هذا رأيي الشخصي إذا في إشي اسمه Egyptian type beat for hip hop هو هذا لأنه البيت يعني الانسترومنتس اللي فيه عربية من ناحية الدرامز بس في أشياء طبعا كيكس وسنيرز والفيل تاعه طبعا لف بطيء صعيدي عربي البيت يعني بيت عربي كل حد يعرف شو هو. واو. وفيه البلز تعون التراب يا سلام هذا الاشي اللي بخليك انت جوا التراب هل انه انا بالنسبة لي هذا البيت يعني انت حبيته. انت تعتمد انت احيانا هل البيت يلهمك انك تكتب ولا عادة تكتب وتطلع البيت عادة كيف انت ولا ما في ستايل معين صراحة؟ لا اذا واحد سمعني بيت جامد وقلت له اوف هذا البيت ممكن اكتب عليه بكون عارف اني راح اقدر اكتب عليه افضل اكتب الراب على البيت بس طبعا البانش لاينز تجميع البانش لاينز شيء ثاني هذا أيوة. ماشي العادة يعني لا والله صراحة انا جدا متحمس مان انا حكون اول حاضرين front row bro I'm gonna be right here اسمك على الليست دائما انت دائما على الجست ليست تاعي للابد يا مان اوه مان 12 يا جماعة الخير الرابط موجود تحت دفني شوفوا الفرعي قبل ما بس أسألك بعض الأسئلة من الجمهور في أبغاك بس تكلمني عن ألبوم كمان دفشة بس كده أنه إيش يعني لك هذا الألبوم في مسيرتك؟ كمان دفشة كان الألبوم اللي بعمل فيه الإشي اللي كنت بعتبره بأرشف لحظة بعمان كان في لحظة هيب هوب بعمان كانت رائعة كانت اللحظة اللي كان طبعا شباب لبنان بيقدروش يروحوا على فلسطين شباب فلسطين بيقدروش يروحوا على لبنان شباب الضفة بيقدروش يروحوا مش كلهم بس يعني شباب الداخل شباب عارف أيام شباب من غزة طبعا غزة الله يعينهم دائما الحصار كثير ضيق عليهم شباب من سوريا كله بيقدر يلتقي في عمان يعني كنا لما نلتم اتذكر يو امورتال انترتينمنت واللمة هاي وكل شبابنا يعني تحية طبعاً لكل الجماعة يعني عمان بس كنا نلتم يكون عندك رابر من سوريا ورابر من لبنان ورابر من فلسطين ورابر من داخل فلسطين ومن عمان فكان في لحظة مهمة وكنا كنت بدي أكون عندي ألبوم يظهر ألبوم باب العربي سامبلينج لما واحد بقول لي وديني ما أعرف بوم باب I'll be like it's boom bap but the samples are not from like soul and jazz and stuff like that it's from classical Arabic music صح. or other sounds that are صح. from the area وبقول له I have an album like this if you want to know check it out دمار يعني بهذا الألبوم عمل أشياء كثير قوية ودكتور بروف كمان يعني دكتور بروف كثير بروف أغنية نزلتها أنت بس لسوء الحظ يعني أنت متوقع أنه كانت حتسوي شغل جدا واو ما لقيت استحسان الجمهور إيش هذه الأغنية؟ يا أخي أنا مشكلتي أني كويس بالتنبؤات بس أنا مش بتنح عشان أنا عم بشتغل إشي أنا حاب أسمعه أيام بتكون القصة تكنيكال بكون عارف أنه لو أنه هاي حليناها كان يمكن كانت أكسسي بالأكثر أغنية نزلتها وحسيت إنه ما تحسستان مع الجمهور والله يا صاحبي هالأيام لأني أنا بشتغل راب وأغاني بعرف الفرق بينهم المشاهد صعب علي أحسبها بس يمكن والله يعني سؤالك صعب أغنية لما أنت كتبتها قلت this is it like وهو المشكلة أنا لما كنت بكتب تغيرتي كنت أفكرها أنظر أغنية عم بكتبها نزلت بعرف شو اللي صار أشي بصراحة مش لما نزلت بعرف شو صار أنا هيك كنت بطلع على الستات تغيرتي قعدت أول يمكن شهرين ثلاثة عليها أقل من 20,000 أيوة. طورت عبين معروح صح هذا دليل إنه الموسيقى غدارة يعني مش كل إشي إحنا مش كوميرشلز شباب مش كل إشي بنزل بوم وبتحط عليه عشان ينفجر والناس بصير ترند هو it's not the point البوينت انه الساوند تاعك يعيش للابد يعيش صح. بمعنى انه الواحد بيحكي مان هذا اغنيه بتذكرني بفتره مهمه من حياتي وبتعيش معي بالراب ما بعرف صراحه ايش الاغنيه يعني انا صراحه عندي اغاني يعني انا بحب اللي بكتبه بحب لايناتي وبحس انه نفسي يفهمها اكثر
افضل افضل لاين افضل لاين حسيت انت كتبته راب مان؟ اسئله صعبه هاي جنرال. يعني اقول لك شغله مثلا جوبي راب يا راكي جوبي راب انا كثير بحب الفيرس اللي فيه وبلاقي انه كان ممكن تلاقي انه صدى اكبر ولكن بضلني اتذكر طب ما انت رحت حطيت بيت جوبي اسمعوا الناس اكثر بالشعبي وعملت عليه راب وما كنت كثير ترابينج بس حاطت بيلز عرفت كيف؟ فحسيت انه انت يعني انت ما عم بتكون اكسسبل سهل انت تنتقد نفسك تقعد كذا بينك وبين نفسك تنتقد نفسك مش تكنيكلي مش انه اه نفسي بقول طبعا طبعا بنقد نفسي 100% بس انه بقول شو السبب انا قعدت سنين احلل بتغيرتي انت ليش رحتي فايرل بدي افهم بعدين يعني عملت كثير اسامبشنز فعلا عملت دراسه انه اوكي ممكن تنفهم انها عن بنت بركة الطريقه اللي بنحكي فيها الكورس تشبه البوب المصري القديم نوستالجيك فان بعرفش كل الاسباب بركي الريتم تاعها فيه شيء جروفي وبرضه فيها الاندي روك اليمنت تاع الديزنت كوردز الغريبه يا ساتر مش عارف قعدت احلل انه شو هدول الاشياء اجتمعوا مع بعض فتره من الزمن كثير فيها ناس بتضايقه انه تغيرت بلادها وتغيرت الناس جيلي كبر كله حاس بهذا الشعور ايوه بوم ميبي ذاتس ات جوبي راب هي فعليا بتعبر عن رحله انا مرقتها من بين اني تركت وروحت ورجعت وعلاقتي مع الراب والرابرز وكيف بيفكروا بالسياق كل شيء لخه بس حطيت عليها بيت شوي مش اكسسبل يعني هيك عرفت okay. كيف okay. بس okay. التجربه تاعت انه اعمل التراك عشان اثبت للناس زي ما صارت بالنهايه يعني انا بتغيرت حطيت افورت بالتوزيعها اني حاولت اكون انه بلاش تطول هاي مره بلاش داعي مرتين خليك شوي هيك اذاعي بتفيد هاي الاديتس اديت هذا عرفت كيف هذا ما بيقلل من الكرياتيفيتي بالعكس هذا ممارسه okay. فبدي اعمل تراك راب يوما ما يروح كثير فايرل بس عشان اقول اي كان اي ثينك يو كان قادر اعمل اولويز ذس سونج ليا يا يلي نجمك ضاوي بس الليل عنيد كل ما بتخفى شوي بيستغيبك وكل شي حواليك عم بيستغيث واللي ايده بالطول ما بيصيبك سمعتك بتقول للي ناوي يبيع واللي راضي بالانقسام لنا عليك مسؤول مش خايف عليك تنساني لا 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 سوري with all the respect again see يعني أنا بسمعها مرة تانية جوز بامس إذا أنت مش شايفها ولكن هنا المشكلة مان see أنا بقول لك إنه في كل whether you're rapping ولا singing في حس انه في شيء raw في شيء حقيقي في شيء بتلامس بطريقه جدا I don't know and جمال انت الموضوع حقك انه والله العظيم يمكن 5000 شخص بيسمعني يمكن الان او whatever كل واحد حيفكر فيهم بموضوع ثاني this what makes you الفرعي so سبحان الله with الاسم اغانيك تتفرع if that makes sense ما اعرف انا لا بس انا حابب انه انت كيف توصف الموضوع هيك بالعكس هو كثير انا بفكر بهي الشغله كثير انه هاي فكره وهي فكره مش كثير متماسكه هيك فلسفيه شوي انه بضل يتغير معناها نحن نتفلسف الان زمان كانوا يسالوني ليش سميت حالك الفرعي كنت اقول لهم لانه الاخبار اللي بتشوفها على الصفحه الرئيسيه بالجريده هم اللي الاشياء اللي بدهم اياك تشوفها بس اذا تطلع بالصفحات الفرعيه بتلاقي قصص ثانيه اهم كنت أقول إذا بتمشي بالشارع الرئيسي واو تاع مدينة بتشوف الإشي اللي المدينة بدها تفرجيك إياه بس إذا بتفوق على شارع فرعي بتلاقي قصة حقيقية ما حد بده يفرجيك إياها فهي إلها دخل بالبحث بعدين رحت على قصة إنه الفروع هو إشي بيطلع من يعني بيتحرر من العائلة بيطلع بيشوف الأفاق ولكنه بيسوي هاي العملية بالتغذي على جذوره يعني باللحظة اللي بنقطع بنشف بموت فانت عشان تتفرع لازم تضلك متمسك باصلك يو ذس از سيك هاي معناها drop the mic you want to reach out to the world وتكون شخص
كله محبوب وتمام وأصلي وكل العالم بيعرفوه، مش رح تعرف تعمل هاي الشغلة إذا بتتخلى عن أصلك. أنا هاي المسألة بآمن فيها إيمان يعني عقائدي. وشكرا لك لأنه قلت هذا الشيء صراحة، وهذا هو الشيء أنت قلته الآن. يعني سبحان الله، this is what's amazing. أنت you're impacting a kid who grew up in Saudi Arabia في هذا العقل حررته. يعني مع الكثير من الرابرز كمان التانيين، أنت it's amazing. فأنت بتكلم مع شخص واحد، كيف التانيين؟ كل واحد أكيد بياخد الموسيقى في بنوع تاني. وبالنهاية مسألة أنك تتمسك بالإشي اللي أنت تربي. يعني ما في حدا أصله، كلنا بني أدمين، كلنا أصولنا فيها إشي يعني إنسانيا جذريا yeah. كويس. فأنت مو راح تقدر تعبر عن الشيء الكويس أو الخير بدون ما تعبر عن الخير الأصلي تاعك، عرفت كيف؟ يعني مش راح تروح تستعير كيف تكون إنسان كويس من مكان تاني. أنت ممكن تكون بتمر بمشاكل yeah. وأنا شعوري هذا ما بيجي ما يعني مو لو إني ولدت في منطقة ما فيها مشاكل ونزاعات فكرية كان ما بكون بحكي هذا الكلام، لأنه أنا عم بحكيه من واحد شاعر بالألم تاع. على فكرة تعرف إنه أنا مشروع الفرعي لما بلش الشباب اللي شجعتني لما كنت كانوا يقولوا يا زلمة يغني أغانيك أنت على الجيتار اللي عم تعمله مش طبيعي والراب اللي بتزته you have to sing. كنت في أمريكا كانوا اثنين أصحابي، واحد فلسطيني واحد من المملكة السعودية من الخبر، جاي إيسا أخوي أحمد جابر العيسى ومحمد إسماعيل، واحد مو جيزس وواحد جاي إيسا. فالشباب اثنين هم كثير كانوا قراب علي بفكرة إنه لازم تحكي لي عليك. فبنفس هذيك الفترة تحية لهم كثير يصير انقسامات عشان برضو من حرب العراق إنه السنة والشيعة وكذا، وهذيك الفترة كتبت فيها أغنية فتنة صح عرفت كيف. وكثير صارت شغلات إنه يعني زي ما تحكي بلشت أنتبه إنه الإشي اللي أنا كنت مفكره هو بس بدور في مدينة عمان هو بيصير في كل مدن العربية بكل مشكلة عربية صح صح. ففي إشي بيجمع الراب العربي إنه أيوه. الكل مجهور من الفكر، حتى شباب الراب اليوم اللي بتعمل إشي كوميرشل وبدسوا الجميع، هو من جوا عم بدس المجتمع، هو مش واحد تافه مش فاهم. فما بيصير برضو اللي كان يكتب محتوى اجتماعي وكذا وأشياء اللي دخل بالسياسة يفكر إنه الحكي اللي بين الشباب دائما تافه، في إله بتلاقي بين السطور الجملة اللي بتحكي كذا. طبعا في ناس حكت كتير على مسألة الفكر المجتمعي وهيك yeah. أي كبير لشيبوبة على هذا المكان مثلا واو تحية لشيء. هل ممكن نشوف تعاون بينكم؟ أنا كثير بحب أشتغل معاه بصراحة، ما عمري حاولت أتواصل معاه ولكن بالعكس بشرفني. وأنا عندي خطة إني أعمل ألبوم بس مش هلأ، لسه عندي كثير هومورك ما أعرف كثير. عندي ألبوم لازم 9 لازم ينزل، هو جاهز. عندي ألبوم خشبي رح ينزل، وعندي كمان إشي عم فكر أعمله فيه أكتر غنى بس مع بيت، يمكن يكون شوية R&B، هذا ممكن يفاجئ الجميع ويصير في حالة انقلاب بس وبعدين يستمر كل شيء. بس الواحد من الأشياء اللي في بالي إني أعمل ألبوم راب عربي تحت اسم الفرق، مش كولابوريشن، مش إنه مثلا أنا طلعت على تراك عند حدا، إذا فيه يكون ألبوم للفرعي اسمه شو بعرفني، ويكون فيه رابر مثلا من كل بلد، لأنه أنا ما عملت الكولابوريشن ألبوم تاع الفرعي. قليل كثير أن التراكات اللي أنا استضفت عليها شخص إنه أهلا وسهلا فيك على، لأني دائما مشغول عندي باند أو بعمل نوع هذا الشغل كثير، فمش كثير بخطر على مين تسمع للرابرز العرب؟ مين بسمع؟ والله الأيام بسمع كثير، أو يعني شوف مش بسمع كثير، لقصدي أقوله هالأيام بدخل على يوتيوب وبسمع الجميع yeah. شوف شو اللي موجود. أنا طول عمري يعني شوي أنا أبو يوسف، أنا فاهم أبو يوسف. مين كمان؟ طبعا من زمان بسمع مقاطعة والراس وإد وديب وكل الجيل تاعي عرفت كيف yeah. بساطي وخطة أوه. بابا با عم بنزل أشياء جامدة، با اللي نزلوا آخر فترة أشياء كتير قوية وفي أشياء جديدة أتوقع كتير. في ناس أكيد أنا ما جبتش اسمهم بس هذا القديم انسى، خلينا من الجديد. على فكرة بتعرف مين هذيك مرة عدت أسمعه كتير وسليت صراحة كتير، قل لي لأنه أنا في اسم شغل فورتكس يا كريزي الانيميتد كاركتر أيوه I love him yeah. بسمع مين في كل الجداد اللي هلا اون توب سامعهم كويس، شاب جديد كثير قوي نايس nice. سينابتك عنده اماكن يعني شوف انا سينابتك بامن فيه كارتست yeah. مكتمل
زيادة على أنه برضو رابر، يعني بلاقي فيه هاي الصفة. شو اللي نزل ألبوم أيوة رهيب، شو اللي من الناس اللي ففي كتير ناس يعني. و في رابر أكيد تعرفه أنت يمكن، بس إنه جاني كثير أسئلة عليه وأنا أكيد استضفته كمان، محاسن. أقولك شغلة كثير مهم، أو محاسن حبيبي دود محاسن عندي تراك معاه برو برو I love him I love I أنا تكلمت معاه ساعة I can't believe إنه هو 17 سنة ما رهيب 100% This kid is something رهيب. بس تحية لإليام إنه هلا برضو تذكرت إنه إليام محاسن رهيب، ومحاسن من جيل أصغر مني بكثير. أوه يعني 17 يعني أنا ضعف عمره وزائد سنة، عرفت كيف؟ ومبسوط إني معاه على تراك وكثير حاب ينزل التراك. واو. كثير أقول لك مين واحد كثير حبيته حبيت كيف بلعب، دافنشي في الرياض في السعودية سوداني إنستغرام. أوه on إنستغرام. I love that. في شيء عنده خلص انه ما بعرف شو هو، بس في شيء مميز. هو سيم ثينج، غير طبعا الفلو تبعه مميز وقاعد بيعمل بانش لاينز، هذا اوبفيس طبعا لانه فاهم علي. بحكي دائما فيه بكل شيء واحد بخليك تقول بدي اسمع هذا الشخص اكثر لقدام، شوف ايش راح يصير معاه. جري مان، واو تحيه لك اكيد. يا اللي هي بس بشوف انا اغنيتك انت لفينا اللي مع محاسنه. يس يا يا هذه من جد هو البوم لا والله لسه، ولكن فخر المدينة. أنا بشوف التراك ليست أم لايك يعني، بس إنسان جدا رهيب. إذا تبغى توجه له رسالة لمحاسن الآن إيش بتكون؟ بقول له بس نزل ألبومك، إنه أنت شخص منتظر هلا حاليا. أوكي. بس بدناش نضغطه يعني الزلمة خلاص هيو عم بيشتر على ألبومه وراح ينزل. يا يا أميزينج. طيب. بعرف إنه هو شغال يعني. ما أعرف إذا ممكن أسألك شوية أسئلة جاتني من الجمهور على السريع. محمد قنديل، ماذا تعني لك فلسطين؟ سؤال جامد. فلسطين يعني أول شيء بلدي المحتل أنا منها، اللي وأنا من اللد وأقدرش أشوفها، هذا واحد. بس اثنين، فلسطين مع كل التغيرات اللي هلأ صارت انتقلت لمرحلة إنه إحنا لازم نبلش نشوف المعنى الأهم لفلسطين. يعني فلسطين قضية مش بس قضية عربية وعالمية، يعني وصلت مرحلة إنه فعلياً قضية بتخليك تفكر بكل الشغلات اللي بالعالم، بتخليك تفكر بالصراعات الدينية، بتخليك تفكر بأمور كنا نرفض نفكر فيها، لأنه إحنا شعب فلسطيني بنرفض نحكي إنه هذا صراع ديني، ولساتني برفض، عارف كيف؟ ولكن مضطرين طلع شو عم يصير يعني نفهم العالم. سؤال صعب، كان أصعب سؤال بالعالم أخوي. بس على راسي طبعاً بلا يعني. تعال لك فلسطين. حرة عربية من نهر البحر. Always. أو نافي ممكن تقول له ينزل جيتار. I think قصده tutorials لألبوم الرجل الخشبي، من أجد المعجبين. أوكي. كل الاحترام. على فكرة على سيرة التعليم، إحنا أنا برضو بدير مدرسة اعزف دوت كوم. Yeah. موقع تعليم موسيقى أونلاين. وبالموقع عندنا إشي اسمه اعزف لي، انت بتقدر تعمل دوراتك. ففي ناس هلا عم تعمل دورات على اعزف لي وبتعطي دورات، اللي هو مش انك انت بس تروح تتعلم، هو اعزف عشان تروح تتعلم موسيقى انت اونلاين. بس اذا انت بدك تعطي دورات، بدك تعطي دوره بيت بوكس، بدك تعطي دوره برودكشن عزف. واو. اوكي. بالضبط. انت بتطلع دوراتك وبتبيعها للمشتركين او اي شخص بزور الويب سايت. فعملت تعليم، عملت أكم من حصة تعليم لأغنية، بس ما نزلتهم لسه، نزلهم بعدين لما يكتب. واو. ما بدي أحطهم أنا برضو على الموقع هلأ، بدي يعني مش كتير مرتاح مع فكرة أني أنا أكون عم بعلم أغنية هلأ لسه. قدام معنا وقت بالدنيا. واو. عبود بيسأل نصيحة للي يبغى يبدأ مشوار الموسيقي عموما والراب خصوصا، إذا في نصيحة واحدة ممكن تعطيها أنت. أسهل نصيحة بالعالم تنعطى للراب هي تروح على يوتيوب تكتب هيب هوب بيت انسترومنتلز، او على سبوتيفاي تسمع البيت اللي بخليك انك جعبالك تكتب، بلش اكتب وسجل. واذا ما عندك تسجيل تقدر انك انت تشغل البيت على اللابتوب، تشغل الريكوردر على تليفونك واعمل تيست انه البعد تاعهم. يعني جرب هيك مثلا، هيك
واسمع هذول اوكي ليفل ليفل البيت وصوتك لطيف ضلك جرب حطه في مكان تمام اقرا الفيرس تاعك وضلك اسمعه اعمل لك بلاي ليست هيك ست اغاني انت كاتبهم راب على بيتات يوتيوب وحطه بدانك اطلع اتمشى اسمع حالك يعني ما هذه انت اول رابر بتقول اسمع حالك وشكرا لك من جد اسمع حالك اسمع غنيم دوب اذا في نقطه تحول تنساش انا متوقع عفوا انا متوقع ان الشخص اللي بيعمل هيك عم بسمع راب او بسمع راب فيك طبعا اسمع غيرك ما انت بس انا no, no, السؤال هو بسمع راب وبده يعني اذا في نقطه تحول مفصليه في تاريخ الفرعي في كل يعني ما شاء الله نحن ساعه ونص الان ماذا تكون وإذا لسه ما صارت يمكن والله شوف يمكن ما صارت يمكن ما صارت بس في لحظات في لحظات تعرف انا لما طلعت على بريطانيا مع 47 عملنا كتير شغل وقعدت سنتين ونص بالبداية ما بزور كان في مشاكل في البلد وكنتش حاب ارجع وكان في كتير اشياء عم بتصير بحياتي صراحه رشقت فيها بس لما رجعت بيوم كنت في بقالة في منطقة بعيدة ما إلها علاقة لا بالمنطقة اللي بيطلع عليها الناس اللي بيسمعوا ألترناتيف ولا منطقة ما إلها علاقة بعيدة وقفت على بقالة كتير صغيرة أشتري دخان وأنا طالع من البقالة دخل شاب هيك ملتحي مع مرته لابسة خمار ووقفوني قال لي عفوا أنت الفرعي أنا ساعتها عرفت إنه العملية وسعت قوي عرفت كيف فهمت إشي ما كنت عم بفهمه ليش الشباب أو أونلاين الناس عم تحكي معي بطريقة غريبة أنا ما كنت عارف إنه هم صاروا يشوفوني إنه أنا بطلت من المجموعة اللي هيك صاروا يشوفوني مكان غير وأنا ما كنت فاهم وأنا لهلأ مش فاهم أنا ضلني أحكي إنه يعني ما بعرف يعني هاي قصة إنه كيف الشعور بعد بصير الناس تعرفك وقبل وهيك يعني ما بفكرش فيه ومتوقعه بس إنه في شغلات تحسك نوع من مسؤولية كنت علي يعني بحسك أنت بدك تهونة ومسؤوليتي بحسها كبيرة يعني أنا ممكن أترك كل المجال تاع الموسيقى اللي بحبه وركز على جانب معين بعرف بزبط مع الناس وأكتب شغلات سيمبل وأستمر بس هذا اسمه إنك تعمل مصنع وتعجن حالك انا عم بحاول اني افهم اللي مش فاهمين الراب شوي الراب وافهم شباب الراب انه اسمع انت 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 فنان عارف كيف انت فنان لك احترامك عارف كيف انه انت بتقدر تعمل شيء ثاني وافهم اصحاب الاولد سكول لازم نطور حالنا ونتعب عشان نقدر نتواكب والنيو سكول اللي لهم شباب ما تاخذوش الشغلات فور جرانتد او ما بعرفش شو نايس فما بعرف يعني عندي هاي الرساله يعني انا بحب الشغل انا بحب العمل بحب الشغل بحب التعاون بحب الناس تقول يلا على الوقت يلا نعمل إشي مرتب لانه بتعرف احنا مش مناطق منتجه مش شعوب منتجه شعوب بس تستهلك حلو انك تشتغل على إشي ويلاقي نتيجه والثقافه هو هلا الإشي لازم نشتغل عليه يعني نحن طولنا عليك بس couple more questions انت لو خيروك تترك الراب 100% وتصير the biggest artist في العالم العربي بس بدون الراب مستحيل مستحيل لانه انا الاكت تاعي هو اصلا الراب يعني انا البوماتي الخشب الجانرة تاعتهم على جوجل بلاي هيب هوب تعرف ليش واحد لاني انا اي راب على الجيتار اثنين لانه ما في عندي اغنية على الجيتار حتى اللي مش راب غير بيتها انا هيك في العتمة اسمعها في العتمة تراب انا بالنسبة لي واو ذاتس هيب هوب بالنسبه لي هيب هوب اتس ا فيلينج جروف وايش بتفكر كلماتك كيف بنزلوا مستحيل اترك الراب لاني بحبه اكثر اثنين انا مش صوت الغنائي اللي بقدر مش ادم النابلسي انا ما بقدر اغني واروح اعمل إشي انه موال والاحساس هو الاحساس يمكن اكثر اي هير يو بس الاحساس اللي انت بتعطيه في اغانيك انت لما بتادي او بتغني ذس از جاست واليوم الراب عم بعمم يعني الراب اليوم صار هو الهوت هو البيسس تاع موسيقى البوب برا وهيو عم بالوطن العربي برضه يعني عمليه انك تدخل بالراب جوا اغنيه موجوده وانك تغني جوا رابك موجوده فما عادت مساله يعني حتى جدليه انه انت رابر ولا مغني هاي انتهت صح
صح الحمد لله طلع يوم تلقوا حللنا اياه. اذا عندك اشارات اذا عندك امكانيه تتعاون مع اي رابر في العالم الان, if we can make it happen other than Lupe Fiasco, who would it be? other than Lupe Fiasco. طبعا بالعالم العربي ولا بالعالم العربي كثير في ناس بحب اجتمع معهم لانه طبعا منطقتنا, بس اذا بدي العالم شيء عالمي هيك على الانترناشنال سكيل. yeah. يعني شوف لاسباب هيك لها دخل في احنا كناس بحب اجتمع مع بالي. بالي صراحه فشل لي غلي بالبومه مايجرنت وطول عمره زلمه جامد يعني. بالي بحب اجتمع مع بالي, بس انا كثير بحب جي الكترونيكا. جي الكترونيكا اخر البوم ما فشني فيه. اشتغل مع سانزو يوسف من الكويت وكان شغل جدا. I think انتو actually at some point we got involved in the production to have a track, بعدين ما كملنا وهيك لانه احنا wow. see the people اللي هو برضو Arab Keys yeah. بيشتغل مع you know كان في بينكم مع مايك شاف. مايك شاف yeah we had this connection with that. wow. فيا اعتقد هذا حتصير مع جي الكترونيكا. I think it's in the same circle. Most that we met him وحتى حكاها bro حكاها يا زلمة كنا باك ستيج واقفين معاه براس جدي اكبر فيستيفال بيوروب قلنا يا وش تو سمثينج توجذر واحنا انه يا حتى قد ما احنا ملخومين ما حكينا اياه وقفنا هيك انه بنشوف يعني حلقنا له بالوش بس قصدي I saw you yeah wow okay man listen it's been real وانا جدا متاسف اخذنا من وقتك. السؤال الاخير والله السؤال الاخير هو الدسات, حابب اعرف رايك في الدسات الدسز والبيفز. وانا ارجع اقولها اكثر مره, المجتمع العربي ليس جاهز للدسات. This is my opinion. I love it and هو جزء لا يتجزا من الهيب هوب, بس we're not ready. انت what do you think؟ انت سالتني سؤال صراحه يعني شوف انا مع فكره ان لازم نروح انه برضه هيك برنامج بيصير فيه طويل, بس بدي شوي احكي شغله كثير مهمه مع الشغله. واحد انا مش ضد الدسات, بس انا ضد استخدام الدسات للشعبطه زي ما واحد بيستغل القضيه عشان يوصل او بيستغل الحب المفرط. بس كيف تعمل كيف تعرف الفرق طارق؟ يعني كيف تعرف الفرق؟ الفرق لانه في دس بيجي من مكان مبدئي ويمكن الدس يغير مجرى حياتك, وانا عم بحذر ناس وعندي تجارب سابقه عرفت كيف. ممكن انت يعني انا برضو كتبتها من قبل انه ألمك شبه زي السلاح ما تفرط فيه عارف كيف. ميك شور انك تطعش تطخطخ باي مكان ممكن تلطش واحد غلط بالضبط, فدير بالك يعني اذا كان انت بتلعبوا بحاره مع بعض متفاهمين هذا البزنس موديل تاعكم كحارات انه احنا نقعد نلعب مع بعض بس احنا اخوان حياكم الله لانه انتم هيك بتعملوا انترتينمنت مصارعه صراع حرة بالباكستيج كله أصحاب زي الباب الراب. أما يكون إنه أنت بدك تلفت نظر عشان تجيب هاي اسمها طحلبة, فهمت علي؟ حارب هاي اسمها. اثنين دير بالك لما بتدس واحد من قلبك برضه إنك بدك تعرف شو عم تحكي. يعني أنا بحب الدس المبدئي اللي فيه من وراه هدف للمجتمع, إنه واحد عمل شغلة غلط بدك تفهم الناس ليش هو غلط, تقدر تعطيه إياها أو إنه رأيك بشغلة وهو يرد عليك هذا أهلا وسهلا. أما يكون هيك بس لعب يعني صراحة it's fun. ويا ريت صراحة يكون في EP اسمه يلا بس ندس بعض ومدفوع مصاري عشان أترك كل شغلي وأقعد بس أعمل disses. أنا I love to write punchlines. Let's go. أطلع منه بصراحة يعرف كيف ندخل هيك يعني funny shit. Man, listen, wallahi, I love you, my brother. يا جماعة الخير تابعوا الفرعي. فرعي أي كلمة أخيرة تبغى تقولها go ahead. بدي أقول دائما تابعوا بيج هاس لأنه بيج هاس رجل خدم الموسيقى تاعتنا كشباب عربي وعالمي. كل احترام أخوي. بيج أب تي وتابعوه. كل فرع مباشر. كراود كاست 12. That's for sure. Like وسبسكرايب ويعطيكم ألف عافية يا جماعة الخير ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمات.